إذاعة وطني، فضاء يسع الجميع. إذاعة وطني، فضاء يسع الجميع. للمشاركة في حواراتنا اتصلوا على سكايب راديو وطني. مستمعينا مستمعاتنا حيثما يصلكم بث إذاعة وطني، مساءكم نوفمبريا، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي يجمعنا مع السيد ناصر محمد بوضياف على المباشر. اليوم هو الثلاثاء 1 نوفمبر 2011، والساعة تشير إلى 7:04. نترحم بداية على كل شهداء ثورة التحرير الوطني والذين قتلوا أثناء المأساة الوطنية. كما نوجه التحية إلى كل المجاهدين والمجاهدات ممن ما زالوا على العهد، وإلى كل الشباب الذين يعملون لجزائر العزة والكرامة. موضوعنا هذه الليلة يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التي شرعنا فيها منذ مدة وتتعلق بالأزمة والتغيير، كما أنه يدفع بقوة سلسلة الشهادات التي انطلقنا فيها من أجل كشف الحقيقة كاملة مهما كانت مرة، للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية يتساوى فيها أبناء الشعب ويتنافسون فيها على خدمة الوطن بالفكر والعلم والقلم، بدل التراشق بالاتهامات والترصد لبعضهم في الأحياء والوديان وحصد الآهات. سنسأل ضيفنا في هذا الحوار حول كيفية مجيء محمد بوضياف من المغرب بعد أن كان في المنفى ومن المغضوب عليهم، وما الذي دفع به إلى التوجه إلى المغرب وقبوله بعد كل هذه السنوات بمنصب المجلس الأعلى للدولة في وقت استثنائي، وما مدى صحة الأخبار التي نشرت هنا وهناك حول مقتله من طرف الجنرالات، سيما وأن أصابع الاتهام كانت مباشرة على لسان أغلب المواطنين الذين رافقوا جثته إلى مقبرة العالية وكانوا يرددون شعارات بوفوار أساسان والمافيا. وهل تصفية محمد بوضياف تدخل في إطار تصفية تاريخ الثورة نفسها من طرف المجموعة التي تسربت إلى قيادة الجيش، كما جاء على لسان الوزير الأول عبد الحميد الإبراهيمي، وكما جاء في بعض الشهادات أن من بينهم من شارك في جلد الشعب في معركة الجزائر، من أمثال الجنرال محمد العماري، ومنهم من شارك بطريقة مباشرة في إعدام العقيد محمد شعباني رحمه الله، من أمثال الجنرال تواتي. وهل تدخل تصفية محمد بوضياف في إطار الخيانة الوطنية العظمى، سيما وأنه رمز من رموز الثورة، أم هي مجرد جناية قام بها ضابط بمحض الصدفة كما حدث مع شخصيات أخرى؟ وهل تواطأ محمد بوضياف مع إصابة الإنقلابيين، وعلى أساس ذلك دفع الثمن؟ ومن الذي جعل محمد بوضياف يقبل بالتغطية على الإنقلاب وإعطاء الشرعية لكبرانات فرنسا، أم أنه كان يجهل هذا الأمر بحكم بعده عن الوطن؟ وهل لملك المغرب علاقة بتعيينه في هذا المنصب؟ وما سر تعيين الجنرال العربي بالخير سفيرا في المغرب بعد مقتل محمد بوضياف، سيما وأن تهمة التخطيط والتدبير لعملية اغتيال محمد بوضياف موجهة للعرب بالخير وتردد على لسان الكثير من الجزائريين؟ وما الذي كان ينوي القيام به في عنابة قبل أن يباغته لمبارك بومعرافي من الخلف في وضح النهار وعلى شاشة التلفزيون. وهل الظروف التي قتل فيها محمد بوضياف لها دلالات واضحة من أن عملية قتله كانت مدروسة ومنظمة بعناية، ولم يكن له أي حظ من الإفلات يومها؟ وماذا ينوي فعله ناصر بوضياف بعد الذي حصل لوالده؟ وما موقفه من التغيير والمصالحة الوطنية؟ مرحبا بك أخي ناصر. الله يسلمك، مرحبا بك. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله، وانتم لاباس؟ لاباس الحمد لله. يا أخي، بعد ما نبدا نقول السلام على كل الناس اللي يسمعوا فينا في راديو وطني. نعم. وبمناسبة أول نوفمبر نترحموا على الشهداء. وش نقول لك يا خويا، الجزائر مازالها فيها رجال إن شاء الله، فهمت؟ نعم. والأزمة هذه نتمنى نخرجوا منها. والشي اللي فات كامل يلزم ندرسوه مليح، باسكو ما لازمش نديروا الغلطات اللي درناها من قبل. نعم. هذا هو يعني واش نتمنى. نعم. وإن شاء الله يعني الحوار يكون يجوز مليح مع المواطنين إن شاء الله. إن شاء الله. أخي ناصر، قبل ما ننطلقوا في الحوار حول المجيء نتاع الرئيس محمد بوضياف والمقتل تاعو، اللي يوديه هو انه سيما الناس تعرف، المواطنين يحبوا يعرفوا بعض الاشياء. انت وين هي المنطقه اللي ولدت فيها؟ وين عشت المرحله نتاع الطفوله؟ انا زدت في لاكاسبا. نعم. في 3 باس ميدي، ماشي بعيد على سوسطارة، الناس تعرفها كامل. نعم. دونك زدت في 55، كان ديجا بابا مشى ديجا، هو مشى في 54. نعم. عشنا تما حتى ل 64، قعدنا في القصبة، ومن بعد مشينا سكننا في لاريف داس باسكال، في بيت جات بين تيلمني وبولفار بوغارا. عشت كامل حياتي تماك، كبرت تماك في العاصمة. العاصمة، نعم. الوالد ربي يرحمه محمد بوضياف في المرحلة نتاع الثورة، أنت كنت تتلاقى به ولا ما كنتش تتلاقى به؟ يعني شوف، أنا زدت في 55. نعم نعم، في المرحلة نتاع يعني الطفولة، يعني الوالدة نتاعك يعني حكات لك؟ بيان سور حكات لي، كانوا يجوا في الدار، كان يجي معاه بن مرعد الله يرحمه، كان يجي بيطا، كانوا يفطروا عندنا، كانوا يتعشاو ويتو. نعم. كان بن مهدي الله يرحمه كانا. نعم. دونك كاين بزاف الناس اللي جازوا في الدار تاعنا في لاكاسبا. نعم. وانا بابا قلت لك كي مشى هو في 54، انا شفتو المره الاولى حتى الجزائر استقلت، دونك تلاقينا في 62، 7 سنين بعد ما زدت. نعم. تلاقيتو ومن بعد قعدنا شحال؟ قعدنا يا ربي ميم با عام، بعد يا اخي على بالك خطفوه في حيدره، لابوليس تاع بن بلا بعثوه للصحراء، دارين كراف لافان تاع 42 يوم. كان عنده ان سول بومون، باسكو كان سيتي ان توبركولو، دونك نحاولو ان بومون. ومن بعد كي خرج قالوا له خير، تقعد هنا تموت ولا تروح. الى بريفيري بارتير. تسمى القضيه نتاع القتل نتاعو يعني كانت بعد الثوره مباشرة بن بلا. كان ما هربش بابا في 64 كانوا يقتلوه. اللي تي كونداني على مورطة بن بلا. حتى باش الناس المواطنين يفهموا المسألة نتاع المقتل تاع بوضياف في 1992 ما كانش عن طريق الصدفة. لا جامي. لا سي، قلت لك انا ياسلك لها في جيست ابري انديبوندونس، ربي يسلكو مشى. ومن بعد واش تحب كي دخل في 92، ما يعرفوش الناس اللي عيطوا له، فهمت؟ نعم. يضلوا بلي يقول لك كبير ونديروه شغل الماريونات، ودونك كيما الجماعه اللي فاتوا، دونك نورا با يعني دو بروبليم معاه. فينالمون هو جاب ليسبري تاع الثوره، باسكو المشكل اللي صار له بوضياف الله يرحمه كي دخل الجزائر، ينافي با لوبي في 92. نعم. دونك ليكيب اللي دخلها معاه سي كاع سي دي جون كي كانوا يشكلوا هنا في كيلكو بار ان فرونس هنايا، دونك سيتي دي زونسان تاع البي ار اس، ميم هما ايزيتي انترديكسيون دو رونتري ان الجيري. دونك كيدخل مع ليكيب هذه بتيت ايكيب تاع 5 ولا 6 بيرسون il connaissait personne يعني واحد ما يعرفو تماك دونك سي بور سا اللي قاعد في لا بريزيدونس شغل غير نقول ايزولي. اخي ناصر نعم شوف هذه نجيو ليها فيما بعد شويه. حنا نحاولوا نركزوا على المساله نتاع الثوره حتى باش نفهموا فيما بعد مع الكرونولوجي هذه نتاع الحوار نفهموا من انه القضيه نتاع المقتل تاعو هي ما جاتش يعني عن طريق الصدفه، وانما محمد بوضياف كانت عنده مشاكل مع ناس مباشره بعد الاستقلال او ربما حتى اثناء الثوره. اثناء الثوره ما ظنيتش يعني ابار ليبيزود تاع الامانه مع لافلان لو كونفلي اللي صرا ما كانش عنده مشاكل بدات في الحبس ديجا كي تحكموا في الديتونمون دافيون كان ما يتهمش مع بن بلا في الحبس ديجا. نعم ما يتهمش معاه باسكو بن بلا نعرفوا التاريخ تاعو. ما نساوش بلي هذه يعني سي امبورطون نقولها لك بلي كي كانوا في الحبس يعني قبل الانديبوندونس بواحد العام هكذاك بومدين بعث بوتفليقه قال له روح شوف لي بودياف وقول له بلي هو اللي نعطيو له لا بريزيدونس وحنا نعاونوه انا موراه. كي مشى شاف بابا قال له لا ما حبش، رفض بابا وقال له كيفاش، قال له vous êtes indiscipliné. قالوا بومدين هذا شكون بومدين هذا؟ قالوا واش داروا هما؟ راحوا شافوا مع بن بلا، بن بلا قبل لهم ديراكتومون. لو كان بن بلا رفض كيما بابا كانت ما صارش المشاكل اللي رانا نتخبطوا فيهم اليوم، باسكو المشاكل تاع اليوم راهم ما جاوش اليوم برك، جاو صافي لونطون ما يجوا المشاكل هذوما. فهمت؟ نعم. دونك إلا با أكسبتي. لو كان يعني كان حب يعني كان ينجم يقول لهم وي كان هو يدير بوفوار اون سون دو، مي ما حبش. مالوريزمون بن بلا خدعهم، بن بلا إلا أكسبتي لا بروبوزيسيون تاع بومدين. دونك كي خرج من الحبس بابا ما تفاهمش معاهم خلاص. أنا يحكي لي كي خرج من الحبس كان في الدار كان يجوز بيطات، قال لي مرة جاز بيطات سقساني قال لي اسكو غدوة تحضر في لارينو؟ قال لي وقت ما نحضرش أنا ما نجيش، لارينو ما تهمنيش. ومن بعد قال لي عيطوا لي جماعة قالوا لي هاو بيطات جازة واش حكانا؟ قال لي شوف، قال لي بيطات واش كان يدير؟ قال لي شوف الأغلبية ولا الأغلبية تروح يمشي ولا ما كاش أغلبية ما يروحش. هذه شهاده تاع بودياف الله يرحمه. نعم دونك قلت لك المشاكل بداو قبل. انت اخي ناصر نعم بعد الاستقلال كيف ما قلت لي انت اللقاء الاول نتاعك انت معاه كان في سنه 62 ولا 64؟ لا 62. هو لما راح المغرب واش من سنه راح ليه؟ راح المغرب في 63 مشى. 64 باردون مشى 64. انت رحت معاه للمغرب ولا ما رحتش معاه؟ لا دا غير خويا كبير، كان عندي خويا كبير خير الله يرحمه باسكو توفى في 85 كان مريض. نعم. هو اللي راح معاه. نعم. بابا هرب، على بالك هربوه، خرجوه من العنابه، خرجوه داو حتى هرب من تونس، هرب هو دونك من تونس مشى ديراكتومون لفرنسا وما دخل المغرب باسكو من فرنسا هو يقول باسكو فرنسا ما يتفاهمش معاهم الكوار وما يحبوش وما يحبوهمش، فهمت؟ ما يديرشهم ثقه وهم كانوا ما يحبوش. نعم. دونك خير المغرب باسكو على خير المغرب باسكو كانت عنده علاقه قديمه مع المغربيين اللي في طنجي كانوا يجيبوا السلاح من دم. نعم. دونك الى نوي دي كونتاكت مع لي كومباتون ماروكان دونك يعرفهم تري بيان، سي بور سا راح تماك، راح سكن في المغرب يعني هاجر في المغرب. نعم. ومن بعد كي لحق تماك انا كان عندي عمي الله يرحمه كان موسى، هو سي لو بلو جون باسكو هما يسون 3 فرير. كان عنده ان اوتيل في باري. بابا قالوا شوف، قالوا بيع الاوتيل تاعك وندخلوا المغرب كش ما نديروا حاجه، باسكو بابا كي خرج من الجزائر خرج غير بحوايجه ما دا حتى حاجه معاه. نعم. جامي ولا دا حاجه ميم كي راح تماك ميم يعني لا بونسيون يعني سيتي سون دروا ما جامي ما دار لا بونسيون، فهمت؟ ميم كي تخلهم بعد كي تخل انا ما حبش ما نسحبش دراهم باسكو راني ناكل ونشرب باطل وزيد لاش تاعي واش ندير بدراهم تاعكم انا كنت بدراهم انايا عطيهم الناس عطيهم دراهم ماشي ليا. دونك كي مشى المغرب خوه باع لوتيل تاعو دخل المغرب داروا ان بري في لابونك هادو كاين يعني كاين دي بروف يعني ماشي بنادم او يهضر بك. ومن بعد كان يافي ان اسبانيول كانت عنده يوزين تاع البريك في كنيترا تعرف ببابا ويعرف التاريخ تاعو قالو شوف قالو انا جو بروبوز قالو نبيع الكوزين تاعي قالو هذه ما حبيتش نبيعها حتى واحد قالو مين تنبيعها قالو باسكو نعرفك ايتو يا اخي باعها لهم وشراو لي الكوزين يعني يزين ماشي يزين تقليديه ماشي سي ارتيزانال ماشي سي با ان غرون يزين هذه هي يعني ليستور تاع بابا كي مشى المغرب وزيد في الحياه تاعو في المغرب هو بابا شو ما يخلطش الناس بودياف جامي خلط الناس كان في المغرب كانوا يعرضوه في المؤتمرات لي بارتي دوبوزيسيون جامي راسيستي عاش هو في البرج ولا ما عاشش؟ عاش شويه كان صغير بيان سور تعرف العائله نتاع مروش ولا ما تعرفهاش؟ لا سي نعرف مروش اللي مات يا با لونتون كان موم دا لا فونداسيون محمد بودياف نعم هذاك من عندنا من برج القدير هذا الله يبارك. اخي ناصر نعم الان انتيا راك قلت من انه محمد بوضياف كانوا حابين يقتلوه مباشره بعد الاستقلال يعني لو كان ما خرجش كانوا رايحين يقتلوه هكذا ساسي بن بلا خلينا بن بلا ولا المهم كانت النيه نتاع القتل كانت موجوده مباشره بعد الاستقلال يكريجينيهم بزاف نعم وش هو الشيء اللي خلى لانه الان النظام وش هو الشيء اللي تبدل فيه النظام راح بن بلا جابوا مدين راح بو مدين جا الشاذلي العقليه المسيطره في النظام هي العقليه نتاع الجيش كاين يا سيدي معروفه هذه وش هو الشيء اللي تغير في النظام حاجه ما تغيرت ما تغيرت واش تغير دونك النيه نتاع القتل نتاع محمد بوضياف كانت موجوده بعد الاستقلال وش هو الشيء اللي تغير في الذهن نتاع هذا الناس اللي داخل الجيش وش هو الشيء اللي تغير في الذهن نتاع محمد بوضياف يعني خرجوه على يعني فرضوا عليه يا اما هو انه يقتلوه ولا خرج يعني وش هو الشيء اللي تبدل حتى باش هو قنعوه على جال باش يدخل للجزائر باسكو انا ذاك الوقت هذاك بالخير ما كان والو نزار ما كان والو التوفيق ما كان والو كانوا كاع ما كان والو اسماعيل ما كان والو فهمت كانوا سي دي بتي زوفيسي ما كانوش كاع حاكمين لاجيري هذوك بدات لا فورس تاعهم بعد ما جا شدلي مي في 62 63 بابا ما يعرف ني نزار ني توفيق ني اسماعيل ني العماري ما يعرفهمش كانوا دي بتي زوفيسي نعم ومام واسمو تواتي سيتي دي بتي زوفيسي ما كانوش يعني دي غران زوفيسي كان بالك نزار كي تي كابيتان ولا ليوتنون ليبوك دونك ما كانش عنده يعني افير مع الناس هادوما جاو بعد ما جا شدلي اللي كانوا في 62 سي با لي مام 62 كان بومدين نعم دونك على حساب واش فهمت من الكلام تاعك كان عنده مشكل هو مع بومدين ومع بن بلا وما كانش عنده مشكل مع هذا الجنرال تواتي والعربي بالخير ونزار باسكو كانوا دي بيز اوفيسي وبابا ما كانش ما عنده مشكل يعني مباشره مع بومدين علاه بروبوزا البوفوار لبابا كان ما يتفاهمش معاه كان ما عندوش كان ما يحبش يعني بوضياف كان ما يبروبوزش بوفوار بومدين بروبوزا لبوضياف على جال باش يكون هو الرئيس الاول بيان سور في مكان بن بلا قبل ما يخدموا على بن بلا طيب لا بروميير بيرسون اللي اتصلوا بها باش تحكم في 62 سيتي بوضياف الله يرحمه كي بوضياف رفض راحوا شافوا بن بلا داكور هذا مما يفسر من انه بومدين ما كانش يحوس على السلطه ايزافي بوزون دان سيفيل دان هيستوريك باش يخدموا به نعم يعني خلينا المساله نتاع بن بلا نخليوها اكوتي احنا نركزوا في الموضوع نتاعنا على محمد بوضياف ايوه كيفاش بدا الاتصال بمحمد بوضياف ووقتاش راه كاين فيه نعم 92 ما اتصلوش به من قبل نو جامي لانه فيه كلام وي يعني راه منتشر من انه الاتصالات محمد بوضياف هي لم تبدا بعد الانقلاب، وانما كانت قبل ما يديروا الانقلاب الشعبي. شوف في التسعين يعني في 1990 مشات اون ديليغاسيون تاع لي زيكس تاع لا فيديراسيون دو فرانس متكونه من علي هارون، نعم، عمر بوداود، ايوه، مشاو المروك، راحوا شافوه، قالوا له باش تدخل، قالوا ما ندخلش، قالوا لهم انايا باش الجزائر في مشاكل، باش نزيد انا ندير المشاكل، ما سا مانتيراس با دو رونتري. قال لهم ولكن الجزائر نهار تحتاجني نجي. المره الاولى يتصلوا به سيتي اون 90، ايوه، هكذا باش نفهموا الامور، حتى باش الناس المواطنين والناس المستمعين يفهموا هذه الحقائق اللي راها غايبه عليهم. اذا القضيه نتاع الاتصال بمحمد بوضياف مش كيف ما كانوا يسوقوا فيها الناس من انه راحوا ليه بعد 92، وانما كانت من قبل. ايزون يسي قبل هما. درك نفهموا من انه انت الان راك قلت من انه علي هارون وعمر بوداود، ايوه. كيفاش تم الترتيب نتاع المجيء نتاعو؟ في 92، نعم. هي نقول لك عيطت لي مدام الزوجه تاع هارون، عيطت لي الصباح على 6:30 تاع الصباح، قالت لي فوالا، قالت لي حبي يشوفك علي هارون. قلت لها دوك يعني نتغدى ونجي. قالت لي لا، قالت لي تتغدى معنا. قالت لي بون باش تعيط لك، يعيطوا لك 6 من الجماعه. خممت انايا بصح ما خممتش بلي باش يدخلوا بابا. دونك قلت سيت اون اورجونس، مشيت. كوم هما ما كانوش، كانوا الجيران تاعي ماشي بعيد عليا، مشيت. وين في الجزائر؟ في العاصمه. في العاصمه، قلت لك بين، انا كنت ساكن في باس باسكال، يعني بين تيليملي وبولفار بوغارا، ايوا. دونك مشيت الصباح، علي هارون قال لي فوالا، قال لي لازم تعيط لباباك. وكان يدعى بلي يا اخي، قال لك انا صونامي يا اخي، نعم، في الجرايد، انا صاحبو ما عندكش با تليفون تاعو. دونك عيط له انايا، ما صبتوش الصباح، عيطنا على 7 تاع الصباح ما صبتوش. قالوا لي بلي على 10 راهو يجي. قلت لهم على 10 قالوا لي استناني باسكو علي هارون حبي يهضر معاه. كان علي هارون الوقت هذا كان وزير تاع حقوق الانسان، نعم. دونك مشينا بالطوموبيل تاعو بريفي، رحنا حتى المينيستير. على 10 كي لحقت 10 نحكي التليفون، عيط له، جاوبني. قلت له فوالا، قلت له حبي يهضر معك السي علي هارون. قال لي جوزوا لي. دونك جوزتو التليفون علي هارون، وكنت تما باش نخرج من البيرو، نرت. قال لي هارون، قال لي اقعد، قال لي ما تخرجش. دونك سمعت لا كومونيكاسيون. دوك بابا ما فهمش، عملو قال له دير لي ديكلاراسيون. بابا قال له شوف، قال له ما ندير لك ني ديكلاراسيون ني والو. قالوا لا، قالوا ماشي ديكلاراسيون، قالوا اكثر من هذه. قالوا لازم غدوه انا راني نجي للمغرب باش نشوفك. قالوا القضيه راهيك ايرجونس. بابا قالوا صحه، معليش تفضل. كي راكروشا قال لي شوف ناصر، قال لي واحد ما راهو على بالو، قال لي غير نتايا لو كان تخرج يعني الهضره. قال لي انت هو. قلت له داكور، ما كاش مشكل. دونك لو لوندومان مشى عليه هارون، راح يعني انكونيتو، راح وحده لحق لكازابلانكا. سناوه جماعه، داوه حتى القنيطره. انا كانت اختي تماك، دونك اختي حكات لي واش كيفاش جازت الحاله تماك. هارون كي لحق قالو فوالا، كانوا يتغداو، قالو فوالا جيت انا وبعثوني الجماعه، راك تشوف الجزائر راح حبسنا الانتخابات، وخممنا عليك باش تدخل نتايا اون طونك بريزيدون. بابا بالك قالوا سي با بوسيبل، قالوا ما نجمش انا ندخل هكذا. قالوا كيفاش تحبسوا؟ قالوا انتخابات. قالوا لازم كان كملتوا الانتخابات باسكو بديتوهم يا ودي. قالوا لو كان ما تدخلش راح نروحوا لحرب اهليه. قالوا ما كانش الجزائر راح تخرب كامل. قالوا قلت يا اخي في التلفزيون، نهار درت الحصه تاع اوسوزو نوفون، قلت كي الجزائر تحتاجني تدخل. داكور، قالوا ندخل ماشي با دون سي كونديسيون. قالوا دونك سامحني اخي ناصر، كاينه نقطه مهمه جدا حتى باش نفهموا التسلسل تاع الاحداث. اذا البدايه تاع الاتصال كانت بعلي هارون. علي هارون هو اللي اتصل به في سنه 90، وهو اللي اتصل به في سنه 92. ولما اتصل فيه في سنة 1990 محمد بوضياف قال لي عليه هارون، قال له نهار تحتاجني الجزائر أنا راني مرحبا بها. فوالا قالت الجزائرية. أيوا تفضل كمل الوصف. دونك قالوا بابا شو، قالوا دوك نروح لوزين، قالوا أنت قعد هنا، قالوا أنا عرب معاك نجي، قالوا نعاودوا نهضروا. بابا مشى لوزين، عيط لرشيد كريم اللي كان معاه في بي ار اس، باسكو رشيد كريم كان شغل غير قول وليدو سون في سبيريتوال. داير خويا الاخر سماه بابا رشيد عليه، كان يحبو بزاف. دونك عيط رشيد قال له فوالا رشيد، قال له يدي كان نقولك صح، قالوا داروها بيديهم يحلوها بيديهم، قالوا براسهم. بابا ولا كي ولا دار العشاء قال هارون قال ما ندخلش، قالوا خلاص قالوا خديت قرار قال ما ندخلش. يا ودي هارون قالوا كيفاش ومنا، وانا الجماعه قلت لهم بلي خلاص انا قبلتهم، لا قالوا دبر هذاك الشغل، قالوا انا ما ندخلش، قالوا خلاص قالوا جي بي ما ديزيزيون ما ندخلش. هارون شاف مرتو فاتحه قال فوالا لازم، اختي قالوا لازم تعاونوني، يهضروا معاه لازم يدخل باسكو سينون سي الجزائر انا رايحين يعني راح تكسر الجزائر. سامحني اخي ناصر، تفضل. سمعت كلمه واسمو فاتحه خدت عليها هارون؟ لا مرت بابا. ما عندهاش قرابه بعلي هارون؟ لا ما عندها حتى علاقه معاه. داكور. لا ما عندها حتى علاقه. دونك هضروا معاه، قالت له فاتحه، قالت له اخي قلت كي الجزائر تحتاجك راك تدخل منا. بون بعد قال له شوف هارون، قال له شوف ما تاخذش حتى اوكين ديسيزيون، قالوا نطلب عليك، قالوا تدخل الجزائر، قالوا مده 48 ساعه، قالوا شوف الجماعه، قالوا نجيبوا لك السنديكا، نجيبوا كاع يعني لا سوسيتي سيفيل تشوفهم وخذ رايهم، وكي يقولوا لك اسمعهم سي تي كونفينكو، قالوا تاخذ قرار. بابا قالوا داكور. دونك على بالك دخل 48 اور واحد ما على بالو. داكور. دونك وين راح؟ كان في فيلا عزيزه اللي راهيك داروا فيها مع فونداسيون محمد بوضياف. دونك مشى تماك. دونك الى روسي كان بن حموده الوقت هذاك تاع السانديكا، الى روسي لا سوسيتي سيفيل، لا روسي بوكو بيرسوناليتي. قالوا يدي هو قال لهم بابا انا حاجه اللي يعني خايف منها، قالوا سرا غير سيفيل، وانا جي با اونفي، قالوا سرا حدث في الجزائر كيما هدايا. قالوا نو، قالوا باش راحوا غير سيفيل، قالوا حرب اهليه، قالوا غير كل مهني ما تخممش كاع. الى اكسبتي قبل. دونك عاودوا ولا المغرب، وجد روحو لو لوندومان. قال لهم ما يفوك جابيل لو روا باش نقول له راني داخل الجزائر. قالوا نو، قالوا كيفاش ومنا ما يفو با تعيط لو روا. قالوا كيفاش ما نعيطلوش؟ قال انايا ملي خرجت من الجزائر وانا هنايا الضيف عنده، قعدت بوندون 30 سنه، اليوم ندخل يسمع بيا بلي دخلت في الجورنال بلي راني بريزيدون. قال لهم هذه ما، قال لهم ماشي ديجا المشكل بدا هنايا، فهمت؟ نعم. قال لهم انا ماشي، قال لهم انا جو مارش با كوم سا. قال لهم انا لازم نعيط له ونقول له راني داخل الجزائر، ماشي ندخل شغل سراق. نعم يا اخي سي امبوزي، عيط له. قالوا فوالا خلاص. دونك il est rentré mon père كي لحق الجزائر. يا اخي سي بريفو يدير الديسكور تاعو على 8 تاع العشيه en direct à la télévision. Et il y a 10h du soir. Il y avait 2 heures de retard. Baba qui était au Maghreb, quand on a fait le discours, avec l'équipe, les conseillers, ils ont un discours. Qui est au Zaïre, ils ont un autre discours. Alors, le discours, non, je ne suis pas en train de faire des discours. On a un discours. هي النقطة يعني اللي ما تفهموش عليها، اللي قالوا اللي هضر بها، قالوا امد يدي لكل جزائريين. نعم. طوماما تو لي زالجيريان دو تو بور، فهمت؟ هذيك ما قبلوهاش. هذاك المشكل صار على جال لافراز هذيك. تسمى البداية نتاع اليوم الأول نتاعو ديجا بدات المشاكل معاهم. بدا يفهم هو. ما عاد يراكمبري. مو جو بونس كو لو برومي جور فهم بلي القضيه ما تكونش يعني سهله مع الجماعه. عرف بلي حبوا دخلوه باش يعني شغل امبوتيش ماريونيت. ميم هما ايزون كومبري كو ايزافي افير ماشي انسان كيما هكذا، انسان عنده مواقف، فهمت؟ ماشي انسان يخلي الحاله تمشي ويحبط راسو. دونك قالوا شوفوا انا هاد الديسكور نقراه هذا تاعكم ما نسحقوش، تحبوا هكذا بسم الله، ما تحبوش هذا نحبسوا كلش. بريمي جور بريمي جور دونك ايزافي با لو شوا، هضر بالديسكور تاعو باسكو هما او ديبي كي دخلوه بور في راسهم لا ميسيون تاعو سي لو فيس. نعم هذه لا ميسيون تاعهم سي دخلوه زعما بور ابات لو فيس، هو نو قالوا مانايا جو دون ما ما tous les Algériens sans ما كان ما عندي علاقه ني مع الفيس ني مع السيدي ني مع الفافس ني مع حتى واحد. انا بور مو كاع سي دي الجزائريين. هذه سي لو روتور تاعو. التسجيل هذا داروا هو في المغرب ولا داروا في الجزائر؟ في المغرب داروا في المغرب. قبل ما دخل داروا في المغرب. نعم فوالا دونك جا البرمي جور بدات المشاكل، دونك على بالو واش حيصرا من بعد، على بالو بلي لا بارتي نسخا با فاسيل دو تو. اذا على حسب واش فهمت من الكلام نتاعك انه الشخص اللي قنعوه هي الزوجه نتاعو. ماشي غير الزوجه نتاعو، كاين شي ناس ما نجمش نذكرهم باسكو قال لك ما ذكرناش، هما اللي دخلوه. لكن يا اخي ناصر شوف، نعم انت راك تتكلم وتقول من انه راك تعمل من اجل كشف الحقيقه هكذا. بصح ما نجمش نقول لك باسكو علاه، باسكو قالوا لي ما تهدرش دونك سي ما فيش مشكله، انا ما رانيش رايح نحرجك، ولكن ما رانيش رايح نحرجك، لكن الحقيقه تقتضي قول الصراحه. مي سي با ميشون سا، سي با يعني ماشي حاجه يعني كبيره، ما فيش مشكله. علاش حابين احنا نفهموا هذه الامور؟ لانه هناك الكثير من هذا الشباب هذو ما يعرفوش مثل هذه الحقائق، خاصه في ظل هذا الاعلام المضلل. احنا الان في هذا الحوار انا ما رانيش راح نقطعك، وانما راني راح نخليك تقول اي حاجه تحب تقولها، ما رانيش راح نكوبيها. انا جو سون تران دو دير سكو جو كون. شوف انا كي نحب نقول حاجه نقولها، ما كاش. ايوه تفضل. أفكار في أخي المقالة تاعي من 92 حتى اليوم ما كانش مشكل كامل. نعم إذا فيه مجموعة يعني فيه إنسان واحد يلعب دور كبير، هذا ما كان. مي ما جو برومي ما نهضرش، دونك سي با لا با، خلينا نبداو. سي با امبورتون دو فاسون، سي با امبورتون دي تو. داكور. الملك نتاع المغرب. نعم. كان هو على باله بالأمر تاع التعيين تاع محمد بوضياف قبل والله حتى دخل الجزائر وتفاهم معاهم وكل شيء، ومن بعد قال له بيان سور سي نورمال، حتى دخل الجزائر حتى تفاهم معاهم باش يدخل، باش قال له سي نورمال جا ماشي افون. حتى قلت لك لا في تاع الديبار تاعو اوفيسيالمون لاجيري باش عيط الحسن دو قال له فوالا راني داخل الجزائر، هذه القضيه. مي جامي افون. انا بابا شوف ملي كان في المغرب اونيكزيل حتى دخل جامي ما تلاقى مع سا ماجيستي جامي. طيب اذا هو دخل للجزائر قبل يعني تسمى قبل ما يتفقوا، دخل قلت لك 48 ساعه وعاود خرج، ومن بعد عاود دخل تسمى هذيك ما دخلوا في الدخله الرسميه هذيك تسمى نتاع الطائره والبساط الاحمر وهذيك فوالا تاع الشهر جونفي. داكور. علاش جابوا محمد بوضياف حسب الراي نتاعك انت، وعلاش صفوه؟ والله العظيم غير هذه اسئله يعني سكون تري بون كيسيون. دوك واش حاب نقول لك يعني استقبلوه باللبن كما شفنا في التلفزه، استقبلوه باللبن والدقله وسلموا عليه وجابوا له هذه الحركات تاع المجتمع المدني ومانيش عارف واش، والولاد يستقبلوا فيه ويسلموا عليه، وهاو جا القائد وهاو جا الزعيم تاع الثوره وهاو كذا، ومن بعد قتلوه يعني امام الكاميرا والناس تتفرج. امام العالم كامل يتفرج فيها. واش تحب نقول لك؟ باسكو هما عم بالهم بلي قلت لك عم بالهم بلي كيما الناس كامل، كيما الاخرين اللي فاتوا كانوا كيما كان شدوا بن بلا لعبوا به، كيما شد اللي حطوه وكانوا دونك شد هذاك سي بلو كراف، باسكو هذاك الشد ما كان يديريجي والو، كان بالخير ويديريجي كلش، هذيك معروفه ديجا الناس كاع على بالها. فهمت؟ يقول لك هذا بوضياف كبير جا السبعينات، دونك ما نكونش ما عندناش مشكل معاه باش نسيرو كيما نحبو هنايا. غلطوا فيه باسكو بابا جا بليسبري تاع الخمسينات، فهمت، تاع النضال تاعو جابو الجزائر. هو باسكو علاه قعد في الاسبري هذاك، باسكو هو خرج، قلت لك خرج 64، خرج من الجزائر. كي خرج ما عنده حتى كونتاكت مع ليزالجيريان، دونك إلا با ايتي كونتاميني ولا نجمو نقولو هكذايا. تسمى قعد في الاسبري تاع الخمسينات، ما خلطهم ولا مخدم معاهم ولا ما يعرفهمش وما عداوهش. نعم، دونك دخل بهذيك لا ديتيرميناسيون، مي هما سيتي با كوم سا. هما يقول لك نجوزو به يامات، يسقمنا الحاله و يفا سيرمون ساكروشي كيما الجماعه او بوفوار، ونجبلو بالوقت حتى يموت، حتى يموت ولا حتى نحيوه ولا حاجه. هذه هي المساله. نعم. واسمو فيه ناس اخرين من بيناتهم احمد طلب الابراهيمي، ايت احمد، اقترحوا عليهم على جال باش هما يكونوا رؤساء قبل ما يروحوا هما لبوضياف. علاش في رايك احمد طلب الابراهيمي رفض وايت احمد رفض، فيما انه محمد بوضياف قبل بهذه المهمه؟ يا اخي انا يا ايت احمد ولا ابراهيمي جامي سمعتكم تكلموا، قالوا لنا وما قبلناش. هذه ما لقيتهاش في اي جريده. لا، هذه معلومات رسميه انا نمدها لك. انا ما سمعتش، يعني ما كاينش شي جريده وين ايت احمد ولا ابراهيم تكلم وقال رفض. جامي ما لقيتها انا، نتبع لابراس مليح انا، حاجه ما تخفى لي. جامي ما هضروا هذه انا ضمن دعايات هذوما ما كاينش منها. لا 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 لا، مش دعايات. انا ماشي، انا ما على باليش. اسمع، انا ما على باليش، انا ما رانيش نقول لك، قالوا لي. انا راني نتكلم معاك في هذا الكلام ورانا على المباشر. انا حدثني احمد طلب الابراهيمي اون بيرسون، ولا ما يقولهاش اوفيسيالمون، فهمت، وراح ليه نزار، فهمت. اسمح لي نور الدين، علاه ما يقولهاش اوفيسيالمون؟ هذا الامر يتعلق به هو، ولكن انا راني قلت في هذا الكلام. لازم يقولها اوفيسيالمون في بريس. قال انا قالوا لي احكم، ما حبيتش، علاه ما يقولهاش؟ راح ليه، شوف، عيط له نزار للبيت نتاعو، قال له انا راني خارج. وي، قال له راني خارج، عندي طريق لبرا للخارج. خرج للخارج، قعد شهرين ولا 3 شهور، عاود دخل نفس الكلام. وي، فهمت. ما قبلوش ايت احمد وتكلمها. ايت احمد راه كاينه ديكلاراسيون في شفتها انا في واحد التسجيل. ايوا كاينه ديكلاراسيون، الله اعلم، وقيله في الاخر في لا 5، الله اعلم في لا 5، لكن انا شفت لا ديكلاراسيون هذه، فهمت. وقال لهم من انه هكذا بالكلام هذا، قال لهم الفو ابلي ان شا ان شا. وي، على القضيه نتاع كوديطا. هضرها، راها موجوده التسجيلات. انا لو كان جا التسجيل الان راهو جاهز معايا، لو كان نخليك تسمعوا. انا والله ما على بالي بالقضيه هذه، يعني نقول لك انا نتبع يعني لافورماسيون اي تو، بصح والله ما على بالي، انا زعما ما لقيتها يعني رسميا، جامي شفتها رسميا. ما فيش مشكله، لكن بيان سو ما فيش مشكله. معليش، ما تشوفش انت من انه الرئيس محمد بوضياف يعني قام بخطا كبير في القبول تاعو بالمنصب نتاع الرئاسه، لاعطاء شرعيه الناس يفتقدوا الشرعيه. يعني هما جابوه، حبوا يستغلوا الماضي تاع الثوره تاعو على جال باش يعطي لهم هو شرعيه. ايه، بصح الشرعيه ما طاهروش باش قتلوه، فهمتني، باش قتلوه. كان قعد مازالو اليوم يحكم، صح عطاهم الشرعيه تاعو، مي باش قتلوه. هو دخل يحاربهم ديراكتومون، وكي دخل بعد يامات فهم وراي الحاله تمشي، فهمت. كي دخل هو فهم الحاله وراي تمشي، بدا يحارب فيهم، ولكن ما كانش عنده قلب لوبي. هذا البروبليم، كان وحده. مي هو باش الناس يقول لك النيه ما كانش منها، كان على باش يدير، ما كان كيفاش انسان لوم دو نوفمبر نيه. هذه ما تخش العقل كامل، هذه ما كان ني نايف ني والو. يصابي سكي زي. الو الو، ظهر هو انه انقطع الاتصال. الو، ظهر هو. الو، اهلا دكتور. اهلا وسهلا. لاباس لاباس الحمد لله. مع ذراره حدث انقطاع مع الاخ ناصر. نعم كنت نسمع فيكم في الاذاعه. نعم نعم. هي والله حبيتني جوج تيموانياج لسي ناصر. نعم لكن معليش اذكر الشهاده نتاعك. المهم نتمنى هو انه يلتحق بنا الاخ ناصر. تفضل الدكتور. هي الشهاده فيما يتعلق بالاقتراح تاع نزار لآية حمد. تلقينا بنزار في 28 جانفي ولا 29 جانفي بعد ما جي بودياف الله يرحمه عمارة سليمان وانايا في وزارة الدفاع. نزار يعني هاتف الاستعمارات وقالوا يعني ربما تلاقى بكل الاحزاب وكانت كندور معاه ورحنا عليه. حب يعني باش يقولنا الشي اللي صرا وكيفاش باش اتصلوا بودياف والمراحل اللي هذه شهاده. نزار انذاك قال لنا بلي الانسان الاول اللي اتصلنا به وفهمناه القضيه واقترحنا عليه رئاسه الجمهوريه هو آية حمد. قال لنا انذاك ان آية حمد في المكتب تاع نزار بالذات قال له أنا أعتبر هذا كما un coup d'état et je ne peux marcher dans un dans une entreprise pareille. كان الجواب تاع نزار هو اللي يتكلم. راه مازال حي هو اللي يتكلم. قالنا بلي مادام أنني هنا في هذه البلاد عمره ولا آية حمد يكون يعني على رئاسة الجمهورية ولا. هذه الشهاده اللي حبيت نقولها لسي ناصر. راهو يسمع فيك. هو الان هو يسمع فيك. تكلم معاه مباشره. على سي ناصر الدكتور معايا واش راه تمام بس. والله الحمد لله على سلامتك. سيتي جوست ان تيمونياج بارابور ا لا بروبوزيسيون تاع نزار آية حمد. وي فوالا اون ا تي روسي بار نزار دون كاد دو سي كونسلتاسيون افيك لي بارتي بوليتيك جو كرو لو 28 او لو 29 جوان جو ما رابيل بلو. Et voilà ce qu'il nous avait dit. Vous avez dit à l'époque que la première personne à laquelle nous avons réfléchi, c'était Ait Ahmed, et nous l'avons invité à venir au ministère de la Défense. Oui. Donc il avait rencontré Ait Ahmed en premier, et il lui avait proposé justement d'être à la tête de la présidence de l'État. C'était oui. Pas le HCE, hein, c'est la présidence de l'État, qu'on ne savait pas comment faire. Et la réponse d'Aït Ahmed, c'est Nizar lui-même qui nous l'a dit, moi, je ne peux cautionner un coup d'État. Si vous voulez faire du bien pour ce pays, allez au deuxième tour et on verra ce qui se passera après. Donc, oui. Voilà le témoignage que je voulais apporter par rapport à cette question-là. Et c'est un témoignage vécu auquel j'ai assisté moi-même. Très bien, très bien. D'accord, ok, on fait comme ça. شكرا دكتور محمد على هذه الشهادة. فيه أيضا أنا سمعت العقيد محمد سمراوي وكرر نفس الكلام. يعني قال من أنه اتصلوا بآية أحمد واتصلوا بأحمد طلب إبراهيم. والتسجيل نتاع محمد سمراوي راه مازال موجود. يعني دار شهادة نتاعو على قناة الجزيرة. واحد فيه معنا من الجزائر. تفضل أخي. ألو الأخ اللي من الجزائر. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله ما عنديش. ماذا بينا نسمعوا الأخ ناصر بوقياف والأخ الكريم اللي راه معاه باش نسمعوا على الأقل ناخذ صورة على الشيء اللي جرى. لأنه الكثير من الأشياء تقالت وحول الاغتيال تاع المرحوم بوضياف الرجل الوطني اللي ربي إن شاء الله يتغمدوا بالرحمة نتاعو. ونتمناو أن كل الأشياء تتقال هكذا باش نعرفوا بالضبط واش صرا. إذا نتركوا الإخوة يكملوا ثم ربما بعض الإخوة ربما أنت تعرف الان راه كاين البارطوك وكاين كذا، ربما بعض الاخوان نعرضهم باش يتسالوا، لانهم كثير ما يسالون على امور هكذا، وهذه بعيده علينا. الان هذه فرصه طيبه، وخاصه جاءت مع هذه الذكرى الطيبه تاع ذكرى اندلاع الثوره اول نوفمبر. اذا بارك الله فيك الاخ نور الدين على كل هذه المجهودات اللي راك تقوم بها، والهدف كله انه باش ما تكررش المأساة، لانه بكل بساطه نقولوا كفى 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 من هذا الاستبداد ومن هذه الاشياء اللي راهي تصير. بارك الله فيكم وشكرا. شكرا شكرا. اخي انت الان الو الاخ اللي راك تكلم فينا من الجزائر، انت الان راك تبث في هذا الحوار على البالطوك؟ لا ما زلت راني نستمع، واذا كان لان نديروا هكذا ربما بعض الاخوان نعيطوا لهم. ما فيش مشكله. شوف المهم، شوف نحن على المباشر حاولوا انه تستمع لنا عن طريق الاذاعه، لانه فيه الكثير من الاخوه اللي راهم يتصلوا حتى باش نخلي لهم الفرصه. نعم. شكرا بارك الله فيك. ما معليش نبقى هكذا على الخط، لا تحبني نخرج ونسمع في الاذاعه؟ لا اسمع الاذاعه احسن. هيا خلاص بارك الله فيك. شكرا معذره. شكرا. اخي ناصر تفضل اذا تحب تدير تعليق. نعم لا خلاص دونك فيش الاخر قال لك كنت تماك دونك يا با بروبليم دونك سي بون تري بيان. اخي ناصر نعم، ما تعتقدش من انه هذا الناس اللي جابوا جابوا محمد بوضياف جابوه من اجل تصفية نتاع أسرار فورية، سيما وهو أنه كان شاهد على الكثير من الأحداث؟ ما ظنيتش. يعني شوف قتلوا شعباني نور الدين، ما ظنيتش. سامحني ما كانش النية تاعهم يعني في الديبار هكذا امبوسيبل. ما ظنيتش. قتلوا شعباني وي سيفري الله يرحمه، ربي يرحمه، وقتلوا كريم بالقاسم كذلك ربي يرحمه، وهذو راهم يعتبرون القادة نتاع الثورة، ويعني وزادوا قتلوا محمد بوضياف. ايه باسكو محمد بوضياف حاربهم، فهمتني؟ لو كان ما يعني كنا كيحكم وقعد ما دار والو كان مازالو حي دوك. نعم هو فهم المشكل باللي يلزم اولا التغيير الجذري، باسكو الجماعه اللي كانوا انذاك في السلطه. الو نعم تفضل اصبري شويه دوك نخليو الاخ ناصر يكمل التعليق نتاعو ومن بعد نمرك الكلمه. اوكي ما فيش مشكل. داكور تفضل اخي ناصر. فهمتني نور الدين؟ نعم دونك هو الى كومبريبل يلزم هاد الناس يتنحاو، باسكو هما اللي دارونا في المشكل هذايا من 62 هما يعني الحكام هو لو مام ينا با شونجي، الناس تبدلت بصح ليسبري قاعد هو فهمت ليسبري بيليكو هذايا هو دونك هو فهم الى توشي لو بروبليم، يعني الى توشي لو فون دو بروبليم. اولا لا كوريبسيون، ثانيا الى كومبري بلي يلزم الناس هذوما يلزم يتنحاو كامل وحمي يقعد منهم. سي علاش يقول لك قال لك شونجمون راديكال. نعم انقطاع مع الناس هذوما، يعني الى كومبري لا بروف. شوف اليوم يعني رانا نشوف يعني كيفاش تمشي الامور، ما غير ما شونجي يعني ما ساعدكمش قتلتوه يا سيدي، بدلوا الامور. الحاله راهي اكثر من اللي كانت. نعم مالغري الدراهم اللي كاين، ما كان يقول لك عندنا دراهم دي مليار راهم عندهم، مي ما كان والو. لان علاه باسكو السيستم هذايا بوضياف الله يرحمه كي دخل في 92 دار الكونستا، فهم بلي السيستم هذا سي تيرميني خلاص. مالوروزمون بورنو حنايا مازالو دوبي 92 حتى 2012 مازال ها المشكل وراه. اخي ناصر نعم، لما جابوا محمد بوضياف كيفاش كاين يعيش هو؟ يعني سمعنا بعض الكلام هكذا كما يقولوا غوش دروات، من كلام ناس هو انه رفض انه يجيبوا له بعض الاشياء هكذا، رفض هو انه يديروا له مثلا سيرفر، رفض بعض الحوايج. هل هذا صحيح؟ كاين حوايج صحيح، كاين حوايج على بالك الناس زيد شويه على بالك. نعم الناس زيد شويه بون لي كوستيم سمارطو كاين من هذيك، قالوا نجيبوا لك سمارطو، قالوا واش ندير سمارطو ما يعرفش ما يبقى سمارطو بابا، انا خاطيه كامل المشاكل هذوما. كيما لاباي تاعو ما كانش، قالوا ما نسحقهاش واش ندير بها، قالوا مي سي فري، قالوا واش ندير بها انا في كبري انايا راني عندي، ما عنديش نقول لكم ما عنديش، عندي دراهم. انا قاعد هنا ناكل ونشرب انا باطل، واش ندير بدراهم؟ كاين بزاف الامور اللي ومام في لا بريزيدونس بدل الامور بزاف. حاجة الماكلة بدلها لهم، قال لهم بزاف. التبذير تقصد؟ التبذير بزاف بزاف. نعم. الاخت بن ناصر. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. بن ناصر امل من باريس، جزائريه مقيمه هنا في باريس. سي ناصر، تلاقينا في مع يغورطا pour la dédicace, la séance de dédicace à Paris. Oui. تتفكر. Exactement. نحييكم كاع. وغير حبيت جو فولي بارلي دونك الطيب الوطني الله يرحمه. كنا دايرين منظمه، كنا حبينا نساهموا معاه، مع واحد يقولوا بالعزوق عثمان الله يرحمه. كنا حابين نأيدوا الرئيس تاعنا الله يرحمه، البرنامج تاعو تاع الجزائر قبل كل شيء. لكن بعد وفاة الرئيس كي قتلوه نحاولنا لاغريمون، الحكومه نحتنا لاغريمون تاع المنظمه هذه، ونحاولنا لوكال تما كل شيء مفهوم. المنظمه هذه اخت امال في الجزائر ولا في الجزائر؟ في الجزائر، كنت مقيمه في الجزائر. في زاني العام اللي كان سي محمد وضيع رئيس، وحبينا ندعموا هذا المشروع تاعو. وكنا شباب الطلاب، كنت طالبه في معهد الحقوق. نعم. وحبينا ندعموا هذا المشروع تاع الجزائر قبل كل شيء. لكن بعد وفاه الرئيس نحاولنا لاغريمون، نحاولنا للوكال في الجي، والفهم يفهم. يعني هذاك المشروع كان يجيني سيغتان بيغسون او بوفوار. نعم. هما شوفي امال، هما قتلوا الشخص. ما يجيبش الافكار تاعهم ما يخليوهاش كاع من الاول. اكزاكتومون، بصح اون رياجي كوم فو سي ناصر، اون رياجي كوم فو، اون ايتي، اسمح لي بور لو مون، اون ايتي ديفوتي دو ليتا. من هذاك الوقت ما حوتش نفهم انا بيرسونيلمون شكون اللي يجي مر بوضياف، شكون هو الرئيس ولا البرومي مينيستر. جي كومبليتمون كوبي افيك لا بوليتيك الجيريان، جيتي ديغوتي. اون افي اوكان، كان الشعب كنا اون ايتي دي بيون في هذاك الشعب، كان il avait aucun droit. On avait c'était l'état, c'était l'armée qui décidait. قتلوه، هذاك البروجي حبسوه، نحاولنا لاغريمون. Ça veut tout dire. Bien sûr. Il y a eu un silence de la part de tout le monde. C'était pas par peur ou la par parce qu'on se sentait faible. C'est pas possible, ça veut tout dire. On a coupé. Après quelques années, c'est vrai, vous aviez sorti le livre. Mais le fikra mazelt, Inch'Allah, enfin, ma question, il y a est-ce que le fikra mazelt, est-ce que كاش واحد راح يرفض هذا المشعل؟ وحنا رانا مؤيدين ومع هذه الفكره تاع الجزائر قبل كل شيء. مازالت النيه، رانا ولاد كما نقولوا ولاد مجاهدين، ولاد شهداء، راهم مازالهم. ماذا بينا واحد يرفض هذا المشعل ونأيدوه ونساهموا ونروحوا كما نقولوا للهدف تاعنا. نعم. فوالا، دونك هذا هو سؤالي لسي ناصر. اسكو يوغا اون ريليف، اسكو يوغا اون سويت pour ce projet-là, ou est-ce que quelqu'un prendra le risque de le faire? Parce que c'est devenu un risque. C'est un risque. C'est pas facile du tout. On le prendra ce risque, parce qu'en politique, il y a toujours des risques. S'il n'y a pas de risque, c'est pas de la politique qu'on fait. Oui. Donc, le projet هذايا قلت صح. أنا تكلمت مع الناس كي مشيت سخانة الجزائر على الكتاب تاعي. J'ai fait des conférences et tout, où beaucoup de jeunes ont dit Nasser Izem, تعود تاخذ المشعل هذايا. وانا نقول لك بكل صراحه ماذا بيا، ولكن يلزم نتعاونوا كامل يد في يد. ماذا بينا دو فاسون لا، رانا هنا، رانا مازالت فينا الروح الوطنيه، مازال ماذا بينا نساهموا ميم من الخارج. خاطش يقولوا علينا راكم في الخارج، علاش راكم تدخلوا في روحكم في السياسه تاع الجزائر، راكم لهيك، راكم ولاد الحركه. اون ايتي تريتي دو تو لي نون، اون لور دي نون، اون اي ليترونجي. بصح نساهموا من بعيد. انتم راكم في الجزائر، واش درتوا فيها؟ ما درتوا فيها والو. حنا من بريطانيا، من باريس، رانا هنا ونكونوا هنا ومازلنا on garde notre nationalité algérienne et on est fiers de l'être. Voilà, ça c'est un message pour tout le monde, pour toutes les attaques qu'on reçoit sur les liens Facebook et Twitter et autres. يعطيك الصحة أمال. بلنزي يعطيك الصحة سي ناصر وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله جماعي إن شاء الله. ونشكر سي نور الدين كرباب على الحصة هذه. بارك الله فيك. مع السلامة. شكرا وعليكم السلام ورحمة الله. سي نور الدين نقدر ندخل دقيقة؟ صبرني شويه دكتور محمد، مازال بعض الاسئله حتى باش نتقدموا شويه في الحوار. الاخوه اللي راهم يتصلوا بيا صبروا شويه، ما نقدرش ندخلكم ضربه واحده، لانه اذا خليتكم انتم ديروا المداخلات البرنامج راه يبقى فقط في المداخلات. لازم هناك اسئله مركزه، حابين نفهموا بعض الحقائق مباشره من طرف السيد ناصر بوضياف اللي كانت عنده علاقه مباشره بالاب نتاعو. فيه واحد اخي ناصر طرح لي سؤال كتابيا، قال لك علاش ما ترفعوش دعوه قضائيه في كاش محكمه دوليه؟ والله يا نور الدين نعطيك يعني خويا، شوف بنقول بكل صراحه في المعركه هذه اللي انا فيها انا الداخل، لو كان نقول لك حاجه بالك دوك تستغرب، راني وحدي على بالك. ما راكش وحدك. لا اسمح لي اسمح لي، ماشي دوك باش نفهمك مليح، يعني في العائله بودياف، لا فامي بودياف. انا من 92 وانا نضرب حتى دوك وحدي، ما كاينش واحد يعاونك، هو المشكل وراهم. هما دي لو ديبي قسموا، ايزون كومبري لا فيبليس وين راهي ولا فورس وين راهي. دونك مرتو الثانيه عطاولها شراوها، دونك خلاص بالسكوت. بيان سور بيان سور بالسكوت لا بروف. دونك في انا غدوه يعني جيماجين غدوه باغ اكزومبل لو سيرج جون فيلير لو كان ما نتكلمش انايا في لابريس ولا حاجه، ابا بودياف ما يهضر عليه. لو كان ما نديرش يعني ان ايكري ان بابي ولا ان انترفيو معك كشان جورناليست، ابا لا دات هذه تمشي كما هي لو 16 كما ال 29. نعم دونك راني نتضارب دوبوي لو طون وحدي، ما كان حتى واحد اللي راه معايا. شوف مقالات كامل بودياف تلقى غير نصر. انا هذه يعني اون سي بونسا لا فامي، فجات لا فامي يعني اللي تفليد. نعم وي لا لا لا، شوف اخي ناصر، شوف القضيه نتاع محمد بوضياف هي مش علاقه، يعني مش قضيه عائليه، هذه راه هذوك قضيه وطنيه، وراها الدم نتاعو راهو في رقبه كل الجزائريين. سي فري سي فري. فهمت؟ الان راهم الكثير من الجزائريين اللي راهم يعني تبناو القضيه، مش فقط القضيه نتاع مقتل محمد بوضياف. محمد بوضياف راهو كيما نقولوا فرد من وطن كامل، لكن بحكم هو انه كان من المفجرين نتاع الثوره وكان من القاده نتاع الثوره، الاكيد هو انه القضيه نتاعو يعني تكون كما نقولوا في اولويه الاولويات، سيما هو انه يعني عينوه في منصب حساس جدا وفي وقت حساس جدا. سيبري. تفضل دكتور محمد، نحاول هو انه اخي احمد شوشاني اذا راك تتابع فينا، المهم راه وقت المداخلات، اذا تحب تدخل معنا مرحبا بك. تفضل دكتور محمد. شكرا. انا حبيت باش نجاوب على السؤال اللي طرحته لسي بوضياف، لماذا بوضياف؟ لان يفو سو ريميت دون الكونتكست دو ليبوك، عندما الجيش قرر يعني لاري دو بروسيس اليكتورال. الجيش هذه الصفه تاعو كما قال ناصر من المقبل، عمره ما خدا الواجهه، عمره ما خدا يبرون دي انيشيتيف، مي نو برون با لا ريسبونسابيليتي جوسكو بو، كما دار مع بودياف، كما دار مع بن بلا، كما لا سول فوا وين الجيش لا بري لا ريسبونسابيليتي دو غوفرني دو جيري سيتي ا ليبوك دو بومدين. دونك او لوندومان دو لاري دو بروسيس اليكتورال، وهذيك كانت خدمه من قبل، لان من قبل ما يحبسوا البروسيس اليكتورال ايزون ديسو لا بي ان بور نو با بيرميت بيان سور او بريزيدون لا بي ان ا ليبوك داسيو لانتيريم. دونك كانت فيها اون بريباراسيون من طرف الجيش. Et cela, une préparation pour arrêter le processus, mais sans prendre la responsabilité de dire, voilà, nous arrêtons et nous prenons le pouvoir. Ce qui aurait compris par tout le monde comme étant un véritable coup d'État. Les Mahbouch, ils mettent cette surah sur le coup d'État. Les Hada, شافوا معلول كما آية أحمد وأحمد طالب كما تقول ومن بعد باش علي هارون عطاهم الفكرة تاع السي بودياف الله يرحمه لأنه كان في المنفى. Donc, ils ne pouvaient pas donner un quitus un processus démocratique qu'ils ont eux-mêmes arrêté. Donc, ma bqat binidhum illa l'warqa ta الشرعية التاريخية. شكون اللي بقاو ذاك الوقت؟ بقى آية أحمد بن بلا إنيتي با كيستيون وبودياف. هذا اللي خلاهم يتصلوا بودياف لأن كانوا في ورطة وفي أزمة. Ils ont arrêté un processus démocratique où ما عندهمش البديل. هذا اللي خلاهم انهم يستعملوا الورقه تاع الثوريه الشرعيه اللي يعني حتى واحد ما يقدر انا ذاك يعني يلغي. يعني انا الشعب الجزائري بون لو كان داروا ان اكتور دو لا بوليتيك اون الجيري كانت ربما فيها تكون مشاكل، ولكن عندما يجيبوا بودياف الشعب الجزائري ما كانش يعني يتكلم ولا الاخر. هذا ثوري من الاولين. هذا اللي انا نقول ما كانش فيهم نيه باش يصلحوا الوضع، ولكن باش يجوزوا مرحله برك. بودياف جاء باش يجوزوا به هذيك المرحله الصعبه اللي كانوا ما قدروش كيفاش يخرجوا منها. عندما المرحله هذيك الصعبه جازت بودياف son rôle était terminé. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, le 24 avril, le MDRA a mis un papier où il dit les 100 prochains jours de Boudiaf risquent d'être les 100 derniers jours. Il a peut-être fait que c'est... Donc, nous avions des éléments qui nous permettaient de conclure que Boudiaf est arrivé à une fin de mission par rapport au pouvoir. Il leur fallait juste passer à cette marhala saïba et Boudiaf au-delà de cette marhala ne les intéressait pas. هذا اللي خلى المقتل تاعو يجي من بعد، وربما فيه الشيء اللي نقولوا من بعد، لان كانت عندنا معلومه ان il allait y avoir un assassinat politique dans les 2-3 mois qui allaient venir. هذه معلومه شهاده من انسان جاء من الخارج واتصل بنا وجالنا للمكتب عماد سليمان وانا وانسان اخر وتكلم وقالنا فيه يا لا بريباراسيون دان اساسينا بوليتيك كي في هذا البلاد. شهرين من بعد الاساسينا تعرفوا كلش. شكرا لك، حبيت نزيد هذا. شكرا اخي محمد. حاولوا انه تسمعنا عن طريق الاذاعه، راهم فيه كثير من الاخوه اللي راهم يتصلوا بنا على جل باش يشاركوا معنا في هذا الحوار. ما فيش مشكل، معذره يا ما كاش. شكرا، بارك الله فيك دكتور محمد. اخ محمد سعيد، مساء النور. مساء النور. الاخ ناصر راك تسمع فيا؟ الو ناصر. الظاهر هو انه حدث خلل. اخي نصر، الو. الظاهر هو انه حدث عاود صرا خلل عند الاخ ناصر. المهم تفضل الاخي محمد سعيد بالمداخله، والظاهر هو انه راه مازال عندك نفس الخلل في الصوت نتاعك. مانيش عارف اذا راك تستعمل فيك شما جهاز ولا لا. يا اخي نور الدين نسمع فيك 100%، ما فيش خلل ولا شيء. لا انا اللي ما نسمعكش مليح، ماكش انت تسمع فيا على الصوت نتاعك كانه يتعاود. نور الدين. نعم انا نسمع فيك. ايوه تفضل اخ محمد سعيد. هذا راهو معنا الحفيد نتاع شهيد العربي بن مهيدي. السلام عليكم اخي ناصر. على السلامه سعيد، واش راك؟ والله الحمد لله. وانتايا كي تكونوا انتوما بخير نكونوا احنا بخير. الله يسلمك، الله يعيشك. وكي تكونوا انتوما ماشي مرتاحين نكونوا احنا ماشي مرتاحين. المهم كيف خويا تفضل. هذا شرف كما يقول لك لي اللي تحدث معك، وهذه لحظه ومرحله تاريخيه كما يقول لك، وبالاخص في 1 نوفمبر، واول ما قبل كل شيء كما قلت اخي ناصر نترحموا على ارواح الشهداء. وي الله يرحمهم، الله يجعلهم من كما يقول لك من الجنه، واترحم على روح الفقيد والدك، واتمنى من الله سبحانه عز وجل ان يسكنوا فسيح جنانه وجنة الفردوس مع الشهداء والصديقين والاولياء الصالحين جماعين ان شاء الله. امين. أولا وقبل كل شيء أخي ناصر، إذا كان ممكن في هذا الحوار أن تعطينا لمحة عن الوالد، كيف بدأ المرحلة الثورية في جبهة التحرير؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل تعتقد أن محمد بودياف رحمه الله ارتكب خطأ فادح بقبوله للفكرة لدخول الجزائر وإخراجها من الدوامة المرض؟ هذا سؤال ثاني. والسؤال الثالث ألا وهو السؤال المهم بالنسبة لك أنت وبالنسبة للإخوة المستمعين، هل أو لماذا لم تضع آليات لتكوين لجنة دولية في تحقيق اغتيال محمد بودياف مثل ما وقع في لبنان اغتيال رفيق الحريري؟ وهل هذا يكون ممكن سواء في المستقبل القريب أو في البعيد، ومحاكمة كل الأطراف التي شاركت في هذه الجريمة؟ نحن نعرف من أشكون اللي قتلوه، لكن لماذا الرأي العام الدولي لم يتقدم إلى الجزائر بهذه الفكرة كما تقدموا في لبنان؟ هذا سؤال ثاني، واتمنى ان شاء الله يعني في خلال هذا الحوار نرد على هذه الاجوبه من فضلك اخي ناصر. شكرا. شكرا اخي محمد سعيد. حاول هو انه تسمع للاجوبه نتاع الاخ ناصر عن طريق الاذاعه. ما فيش مشكل. حتى باش نخلي الفرصه للاخوه اخرين. ما فيش مشكل. شكرا اخي محمد سعيد. تفضل اخي ناصر. والله يعني لا بريمير كيسيون نقول لك جو سي با هيستوريان، فهمتني؟ نعم. Donc, je ne suis pas outillé. Je préfère laisser le côté tarif tao, les historiens, les arfos. Donc, la deuxième question. Oui, la deuxième question, Nordin. Nordin. نعم. أنا نسمع فيك. ألو. السؤال الثاني قال لك من أنه علاش هو دخل في هذا يعني المرحلة، علاش قبل على جال باش يدخل في هذه المرحلة، سيما هو أنه هذا الناس اللي راهم الآن. هاني نسمع فيك، تفضل. ألو ألو. الظاهر هو أنه مازال عندك خلل في الصوت أخي ناصر. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. الو ناصر، راك تسمع فيا؟ اسمع فيك؟ نسمع فيك. نعم. شوف اخي ناصر، الاخ محمد سعيد السؤال الثاني نتاعو قال لك، قلت لك المساله الثانيه والله غير هو سمعته فهمته. انا نقول لك النهار الاول دخل اخي فهمتك، انا شاكل على الديسكور تاعو هذاك، وعلى بالو بلي الدنيا كانت خطيره عليه، ونقول لك صح دار تضحيه روحه، فهمت؟ نعم. ضحى بروحه، ما كانش خايف منهم كامل. هذه هي. نعم. الاخ اللي دخلت معنا الان، تفضل بالسؤال تاعك ولا المداخله تاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. منين معنا اخي؟ من ليون. الاسم نتاعك؟ مصطفى من ليون. مرحبا بك اخي مصطفى، تفضل. الله يبارك فيك. هناك سؤال الاخ ناصر. المهم السي الطيب الوطني وبودياف الله يرحمه هو شخصية ثورية، ولكن رجوعه بهذيك الطريقة يعني جل الشعب الجزائري ما كانش راضي عليها. وسؤالي الأخ ناصر هو في حصة تلفزيونية كانت بعد اغتيال بودياف ربي يرحمه، كان اتهم القيادة العسكرية مباشرة على المباشر، وكان هناك انقطاع للصورة ثم رجع وكان زعما تراجع عن كلامه. المهم هل كان هناك تهديد مباشر له على الكلام اللي تكلموا؟ هذا الحسام مازال شاك عليه لحد الان. هذا هو السؤال وبارك الله فيك. شكرا اخي مصطفى، حاول هو انه تسمعنا عن طريق الاذاعه. الله يسلمك. شكرا. تفضل اخي ناصر. لا برنا كنسي نقول لك الشعب ما كانش راضي. الشعب شكون الشعب؟ انا كي شفت نهار قتلوا بابا شفت الشعب كامل خرج بكا. لا 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 لا، ربما مش هذا هو المقصود نتاعو. انا شخصيا في ذاك الوقت مش تسمى يعني ترفض هو انه يكون محمد بوضياف رئيس، مش هذا هو المقصود. المقصود هو انه ما كانش الشعب راضي من انه، لانه الشعب انتخب في ذلك الوقت وكانت الناس ماشيه كما يقولوا للامام من خلال استعادة الإرادة للشعب. هما حبوا في ذلك الوقت عينوه على جل باش يلغيوا الإرادة تاع الشعب. تسمى الناس اللي كانوا ضد المجيء نتاعو مش ضده هو كشخص ولا ضد التاريخ تاعو، وإنما كانوا ضد القبول تاعو بهذا المنصب، يعني بدون انتخاب وبدون كذا. هذا هو ربما ما يقول شعب، ما يقول شعب، يقول جماعة تاع الفيس ماشي شعب. فيسنا فهمت قدام راهو الصوت كيف ما فاس سي سون دي بارتي ماشي شعب، سي دي بارتي عندهم تاعهم. نعم راهو الصوت ولا كثر كيسون يفوزها ما تمش عسكر. انا قلت الناس اللي دخلوه هما اللي قتلوه، ليماج ما راحت ما ولات. نعم فهمتني، قلت انايا الناس نعم اللي دخلوا بودياف قتلوه. هذا ما كان ليماج ما تنحت ما ولات والو. نعم. الو تفضل اخي الكريم، منين معانا او من اين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. معك ابراهيم من غليزان. اهلا وسهلا باخي ابراهيم وبناس غليزان. الله يبارك فيك ويخليكم. يعني الحق ما شاء الله واش راكم دايرين، يعني تفتحوا لنا هذه الامور، يعني اذاعه الكترونيه والناس تواصل معاكم. هذا واش يخصنا. بارك الله فيكم وعلى اللي راهم قايمين عليها. شكرا بارك الله فيك. الو تفضل. نعم معليش نحاول نعرف واش النقاش واش يدور الموضوع. يعني ما راكش على بالك انت بالموضوع؟ لا لانه ما دخلتش السيت اللي يعني دخلت ديريكت الاذاعه. دخلت مباشره على الاذاعه. الموضوع اليوم نتاعنا هو الازمه والتغيير، والسؤال المطروح هو من قتل محمد بوضياف ولصالح من؟ وراك الان على المباشر، راك مع ناصر ابن محمد بوضياف، راك معاه على المباشر. يا نحيي ولد الرئيس السابق يعني هذا الناصر، فنقول له السلام عليكم. السلام صحيت. الله يعطيك الصحة. تفضل. يعني انا نحاول يعني نسمع ومن بعد يعني نقدر نتكلم. يعني واش اوكي هذه يعني القضيه نقدر يعني نسمع واش راهم ولا كاين غيري يعني انا ضيف. شكرا بارك الله فيك. ما لا اذا بقى على الاستماع الاذاعه حتى باش تفهم الموضوع كما ينبغي. ايوه بارك الله فيك. شكرا. شكرا. اخي ناصر كش ما عندك تعليق؟ لا صافا خليه يستنى كي يدخل في الموضوع نبقى نهضروا معاه. اخي ناصر ما كانش مشكل. اخي ناصر نعم، هل ما زلت يعني بعد الشيء اللي صار هذا يعني تحتفظ بعلاقات بعلي هارون؟ لا لا علي هارون حبست مع العلاقه في 92. ايوه نهار قتلوا محمد بوضياف، وجست انايا 3 ايام من بعد جست في التلفزيون، كانت حصه يديرها حمراء حبيب شوقي عرضني. نعم. وين قلت بلي اللي جابوه هما اللي قتلوه، دونك هو راه بعد ما طلعوا للدار عندي جات تبكي وقالت اختي كيفاش ناصر يقول الكلام هذايا. وين قلت اللي جابوه هما اللي قتلوه. الاخ الكريم اللي راك تعيط لنا من الجزائر الله يسترك، طفي الاذاعه، لانه لما تكون فاتح الاذاعه وفي نفس الوقت فاتح الميكروفون يبقى الصوت يتعاود. اخي ناصر راك تسمع فينا؟ انا نسمع. دونك قلت لك بعد مرته للدار جات عند اختي تبكي قالت لها كيفاش نصدق الكلام هذايا، ولعبها كي قصدت الكلام هذايا ما كنتش قصده كامل السي علي هارون، لان علي هارون ونايا عندي يعني معلقه قديمه، نعرف ولادو تسمى شغل لا فامي فهمتني؟ نعم نعرفو مدات واحد غير قول 25 سنه، ما كنتش نقصد فيه كامل هو. دونك كي جيت للدار انا اختي قالت لي الزوجه تاع هارون وتبكي وقالت لي يزم علي يشوفك، قالت لي مشيت معاه للدار، قال لها ناصر راهو عيان يظهر لي لو كان نروح نبعثوه للخارج يريح شويه. قلت لها هذه ما سي با نورمال، دابا سيدي يقول الكلام كيما هذايا كاين حاجه، انا ما كنتش قاصدو خلاص يعني ما جامي ما قصدو هو. ومن بعد كي بديت نتكلم في الجرايد يبعث لي الشوفور تاعو يقول له روح شوف ناصر يجي ليا وشوف يحكي في الو راني نسمع فيك واش يحكي منا. دونك الشوفور هذاك مازالو حيا واحد 3 مرات يبعثوا له، قلت له شوف المره الثالثه قلت له روح نلقى لك ناصر، لو كان زيد تجي تقول لي حاجه عليه راني ندير ديكلاراسيون في لابريس ونقول لهم اللي اون تران دو مو ارسولي على هارون. من تم جي كوبي حتى اليوم لا ريلاسيون معاه. واش داروا بعد 2 جور ابري حكموا وليدو قالوا مش هضر مع ناصر، يعني باش تشوف الكوراج تاعو. نعم واليوم هاد العام هذايا ما هضرش كامل على بودياف، ما جامي نتكلم عليه. كي يتكلم على بودياف يقول لك صاحبي وروح جبتو انايا وفطرنا كيف وشربنا لاتاي وجبتو، هذه هي الحكايه تاعو. الاخت امل عندك مداخله اخرى؟ واش نقول لكم، نتمنى نتاسفوا بون كما نقولوا هذه بمناسبه اول نوفمبر نحيي الشبيبه ونقول لهم باللي فو بروفيتي الشهداء تاعنا خلاونا عطاونا ان بو كادو هو الاستقلال، لازم ننتهزوا هذه الفرصه وحنا ثاني نساهموا ونحسوا بالتغيير. سمعتكم قبل تهضروا على التغيير الايجابي. نعم التغيير الايجابي لبلادنا. On nous a offert ce cadeau, cette liberté, il faut en profiter pour changer les choses positivement, sans violence, sans affronter l'armée ou autre, sans provocation. On veut un changement dans ce pays, effectivement. واش نقولوا الله يرحمه الطيب الوطني، خلانا كما نقولوا مثال لازم كما نقولوا يكون مثال لكل جزائري. وهذا ما كان. نشكركم على هذه الحصه وان شاء الله في حصص اخرى نتلاقاو. شكرا بارك الله فيك، لانه الاخوه اللي يدخلوا في المجموعات هذه ربما راكي ما طلبتيش باش تدخلي ولا طلبتي؟ طلبت. داكور، لانه كاين مرات الناس يبقاو هكذا اون كونيكسيون الور يدخل ويخرج يدخل ويخرج، يعني هو الانسان نخليو راهم فيهم اخوه اخرين حابين يشاركوا حتى باش ما ناخذوش وقت كثير. وي نو خرجت وظهر لي انتم اللي عاودتوا عيطوا. لا احنا ما نعيطوش. لما يخرج واحد خلاص. اسمح لي. شكرا بارك الله فيك. الاخ سليم. وي اوكي سلام. تفضل مرحبا بك. سلام يبارك فيك. لا بس الحمد لله. تفضل ارفع شويه الصوت تاعك. اوكي با بروبليم. Eh ben je vous remercie pour cette émission. D'ailleurs c'est grâce بفضل امل هذه اللي كانت تتكلم معكم هي اللي دخلت في هذا الحصه. نعم مرحبا بك. J'étais en contact avec elle sur Facebook. قالت لي une émission intéressante alors je voulais participer. حبيت نشارك voilà. مرحبا بك يا خويا. D'après ce que j'ai entendu, vous êtes en train de parler sur la mort de Boudiaf, c'est ça? Naam. Voilà, bon, comme tout le monde le sait, Boudiaf a été tué avec vraiment c'est honteux. Mais grosso modo, Inch'Allah, l'Algérie sera toujours debout. Comme Aziz, l'Algérie demain fait l'Ougna. À l'occasion de cette journée, le 1er novembre, la célébration de la 57e anniversaire de la révolution algérienne. Inch'Allah, الشهداء هذوم ما يماتوش باطل. الأخ سليم. وي خويا. راك مشعل الإذاعة؟ نو با دي تو. إذاعة. إذا راك مشعلها طفيها حتى باش ما يبقاش الصوت يتعاود. وي تا غيزون. وي شكرا صح سي فري. طفي الإذاعة واسمعنا فقط من السكايب. والله جي با في اتونسيون. ما فيش مشكله ما فيش مشكله. المهم كل الاخوه اللي يحبوا يدخلوا معنا في هذا الحوار هو انه اول شيء قبل ما يبداوا في المداخله تاعهم هو انه يطفيوا الاذاعه حتى باش ما تروحش كل حصه هكذا في التشويش. طبيعي. شكرا. تفضل اخي سليم. منين راك تعيط لنا؟ منين؟ راني نتكلم خميس مليانه. مرحبا بك اخويا ومرحبا بالاخوه نتاع خميس مليانه. خميس مليانه ولايه عين الفلا الولايه الرابعه التاريخيه. تفضل. الله يبارك فيك يزيد فضلك. كما كنت نقول لك ان شاء الله الشهداء هذو ما ماتوش باطل، ما ضحاوش من اجل هذا الوطن في الباطل. ان شاء الله التضحيات تاعهم هذه تكون فيها ثمار وتكون الجزائر دائما واقفه شماله في العديان ان شاء الله بربي. المليون ونصف شهيد هذو اللي ماتوا ان شاء الله دمهم ما يروحش هكذاك، ما يروحش هباء منثورا باذن الله تعالى. ان شاء الله. فقط في نداء سي بومونطون. نعم تفضل. اوكي حبيت نبدا برك للشبيبه هذه، الشبيبه تاعنا، الشبيبه الجزائريه وخاصه الناس اللي راهي فقط نقول لهم باللي الوطن الجزائري في حاجه اليكم، الجزائر محتاجه لكم يا شباب الجزائري، محتاجه لبناء هذا الوطن العظيم، الوطن الكبير، الوطن اللي ضحى راه مبني بدماء الشهداء. ما تروحوش تخلوا ام الجزائر في حاجه اليكم، وان شاء الله نتمنى دائما في سلم، دائما في امان. عشنا حشده سوداء بركات. اون امار بزاف علينا. اون فو لا بي، وي نيد بيس، اونلي بيس، اونيكمون لا بي. سي فريمون فريمون بور سيت ايميسيون اللي تخلي كل واحد يعبر واش كاين في قلبه، وحنا قلنا من الجزائر. شكرا. اصبر شويه اخي سليم، اصبر شويه. الاخ هذا ولا الاخت اللي مسمي روحه باب مام مش عارف سيكونتيان. انا معك الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي مداخله اذا كان ممكن. ما فيش مشكله، فقط لما نعطيك كلمه يعني دير المداخله نتاعك، راه مازال معنا الاخ على الاتصال، وحاول هو انه اذا راك مشعل الاذاعه طفيها، واذا راك عندك ميكروفون يعني عندك السماعه وعندك وين تتكلم، حاول هو انه ما تستعملش الجهاز نتاع الميكروفون حتى تكون تتكلم. اوكي راني باش ما يبقاش الصوت يتعاود. تفضل اخي سليم كمل المداخله نتاعك. ميرسي. كما قلت لك ان شاء الله الجزائر تاعنا الحبيبه تبقى دائما واقفه على رجليها، وكما راه معايا هنا اصدقائي ومعايا صديقي عباس واخي امين، راه بكرني بالمقوله المشهوره تاع بوبياف الله يرحمه اللي قال الجزائر اولا وقبل كل شيء. نعم. ان شاء الله الجزائر دائما تقعد في قلوبنا يا ربي. وميرسي بوكو خويا ناصر، سي فريمون سي اون ايميسيون تري امبورطون. شكرا بارك الله فيك اخي سلام. سلام استمعنا عن طريق الاذاعه. اوكي شكرا بارك الله فيك. تفضل اخي الكريم اللي دخلت معنا الان. الاخ عندي مداخله حبيت نقول بوضياف الله يرحمه. نعم اعطينا الاسم نتاعك ومنين راك تتكلم حتى باش الاخ ناصر يعرفك. عمر من ايطاليا. عمر من ايطاليا. تفضل اخي عمر. انا حبيت نقول له على اللي قال جابوه قتلوه، عليه الصح جابوه قتلوه، لكن هو عندما جابوه باش يرد على الجرائم تاع النظام. انا متاسف باش يموت رئيس الجزائر بالطريقه هذه، مهما كنت معارضه ولا اللي معاه، وشنو هو جابوه باش يغطي على الجرائم تاع النظام. هذه لازم يعترف بها، والشعب الجزائري كله على باله بها. هذه هي المداخله تاعي، لانه هو ما رضاش كي قال السيد من قبل الشعب الجزائري ما كانش راضي. بالفعل ما كانش راضي الشعب الجزائري، مش ما راضيش على بوضياف الشخص، ما راضيش جابوه يغطي على الجرائم تاع النظام، وبالفعل غطى عليه، وفي النهايه نكملوا بها. ولهذا السبب حنا رانا متشردين هنا في اوروبا. هذه هي المداخله تاعي الاخ. انت راك شكرا ما نطولش عليكم. تفضل خويا. اخ عمر انت راك لاجئ في ايطاليا. مانيش لاجئ، وشنو شبه لاجئ؟ ما كانش فرق بين لاجئ وماش لاجئ، انا ثاني عندي خليت ملكي، خليت كلش، خليت فاميلتي وانا هنا في ايطاليا. يعني انت تقريبا لاجئ يعني؟ لا ما رسميا مانيش لاجئ، وشنو تقدر تقول؟ نعم ما فيش مشكله. هي لحظه ممكن نكون كيفكم يعني. ما فيش مشكله. المهم شكرا اخي عمر على المداخله تاعك. حاولوا ان تسمعنا عن طريق الاذاعه. دوك الان نمر الكلمه للاخ ناصر على جال باش يجاوبك. اوكي ميرسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي ناصر. قلنا دوك الناس بالشعب، ما تهضرش بالشعب، هضر بالميليتون تاعك انت. دوك انت تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، عندك بارتي، ما تقولش الشعب، قول انا ميليتون. بوتياف واش غطى؟ ما غطى الجرائم اللي والو، واش غطى الجرائم؟ لي 200000 مور في وقت بوتياف، ماشي وقت بوتياف 200000 مور، اي ولا لا لا لي كرو ماساكر، كان بابا قتلوه ديجا. بابا قاع شحال؟ قعد 166 يوم على راس مجلس اعلى للدوله، هذا ما كان. دونك انسان كيما هذايا اللي جابوه 6 شهور وقتلوهم بعد، ما تقوليش يعني تحبوا تلصقوا في حوايج، نو. لو كان تحبوا تحصوا في حوايج، لو كان خلاوه ما قتلوش، مازالو حي، مازالو قاعد حاكم، وي، مي سيد قتلوهم ديراه في التلفزيون. نعم. ما فهمش الميساج يعني هدايا. يا سيد ما دخلش باش يدير لابوتيج، دخل باش ينقيهم، هذه هي الحقيقة. لو كان حاجة. الو اخي ناصر، اعتقد انه هناك انقطاع مره ثانيه. نكونوا شويه يعني وقت هذاك نومان يولي بوتياف يغطي الجرائم، لا ما جرائم غطى بوتياف، ما غطى حتى جريمه بوتياف ما غطاها. او كونترير جا باش الناس هذو ما يحبش لكم الانتخابات، جا باش ينحيهم. هذه هي. نعم. تفضل اخي اللي راك تتكلم من الجزائر. الو الاخ اللي راك تتكلم فينا من الجزائر، اللي راك معنا على الاتصال. الظاهر هو انك ما راكش مبرونشي معنا خلاص. المهم حاولوا انه سمعنا عن طريق الاذاعه، اذا فقط حاب تسمعنا سمعنا عن طريق الاذاعه، واذا تحب تمرر. الو ارفع الصوت نتاعك اخي، واذا راك داير الاذاعه طفيها الله يسترك. الصوت تاعك مانيش نسمع فيه خلاص. الو معذره لكل الاخوه اللي راهم يستمعوا فينا على هذه الانقطاعات، فيه مرات يصراو بعض الاشياء يعني راجعين للاخوه، هو انه مازال ماهمش متعودين على المشاركه في مثل هذه الحوارات. اخي ناصر مازالك في الاستماع؟ راني في الاستماع خويا نور الدين. شكرا. اخي ناصر وي، بعد المقتل نتاع بوضياف الكل لاحظ تعيين العربي بالخير في المغرب، واش هو السبب بالراي نتاعك نتاع؟ واش تحب نقول لك؟ والله ما العربي بالخير معروف ديرولاسيون مع حسن دود. نعم فهمت، عنده ديرولاسيون دي بون غولاسيون مع حسن دود. نعم مي هو بالك باش بعثوه المغرب، على بالك خلي الصور تاعو، هو ما تفاهمش مع سعيد بوتفليقه. نعم بيان سور، سعيد هو اللي حاوز رماه. داكور. سمع القضيه نتاع حسب رايك هو انه عنده مشكل مع بوتفليقه، يعني عنده مشكله مع خوه. مع خوه بيان سور. يعني ما تشوفش من انه هذه المجموعه اللي الان يراهم يسمون ويلقبون عند في الشارع الجزائري من انه هذو الجنرالات هما انه اللي كلفوه على جل باش يروح للمغرب، خاصه هو انه بوضياف كان موجود في المغرب. لا وقع له مشكل مع السعيد بوتفليقه، سي بوسان حواه مم رئاسيه. خلينا نقولوا هكذا كثير، ولكن كيفاش يقبل هو باش يعينوا سفير من المغرب؟ يعني لو كان جاتو نقولوا مثلا سفاره في انجلترا ولا في فرنسا ولا في كندا ولا امريكا، قال يعني يقبل هو يروح المغرب. في المغرب كي مشاكش ما داروا له، ما دار. عباك كي تكون يبعثوك امباسادور سيتي فوا كراج. مشى المغرب واش دار؟ ما داروا له، ما دار في المغرب، قعد تما حتى مرض حتى مات. البروبليم هو كيفاش يعني العربي بالخير يعني اللي كان هو يعني النيميرو 1 في لاجيري يقبل لك ان بوست كيما هذاك، هذا ولا دوك لا كيسيون كيفو بوزي. نعم ايه في داخله في هذا الاطار، يعني حتى النهار اللي قلت لك ايه جوستومون كيفاه السيد هذا اللي كان يعني هو اللي حكم الجزائر يسير بها كيما يحب، كان شد يده انه غير زياده برك خضره فوق عشاء كيما يقول لك الناس. كيفاش هذا السيد هذا بوست كيما امباسادور تقبل؟ يعني باش تشوف يعني الناس هذوما بور موا سي ما عندهم ما كان والو، فهمت؟ طيحه ونوضه كيما نقول لك. نعم. الاخ الهادي. نعم. تفضل مرحبا بك. السلام عليكم. ما حضرتش البدايه تاع الحصه، معتذر. نعم. سمعت غير السلام عليكم سي ناصر بضياف. الو. راهو يسمع فيك، تفضل. مرحبا بك، مرحبا بخويا نور الدين، ومتشرفين باللي استقبلتوني. بهذه المناسبة نحيي كل الجزائريين والجزائريات لهذه الثورة اللي خذوها أولادنا أسلافنا وجدودنا. نقدروا نقولوا اليوم جدودنا لأن لحقنا الوقت باش نقولوا جدودنا ماشي آبانا. لازم نكونوا نحبوا هذه البلاد مهما كان المشاكل، لازم نحبوا هذه البلاد ونسيو نخدموا جميعا يد في اليد. لازم نخرجوا من هذا البراج، هذا البراج اللي رانا حاسلين فيه. لازم الجزائري اليوم les jeunes Algériens dans la composition تاع الشعب الجزائري راه ما قل من 35 سنة. لازم نخرجوا من هذه المشاكل وما نساوش، ما نكونوش نساو، لازم نمشوا مع التاريخ تاعنا، والتاريخ تاعنا لازم واش اللي صرا في الجزائر. على كل حال لازم نديروا به حاجة. الجزائريين من 62 حتى اليومنا هذا كاين حوايج نداروا مالغري المشاكل بحاجه داكومبريسيون. هادو المشاكل اللي صايرين في الجزائر ما لقيناش رواحنا، لان هما الاسباب هما وين نكونوا العقليه العقليه تاع اجدادنا والعقليه تاع الشباب اليوم مختلفه. هرنا الشباب الجزائري الان مع التكنولوجيا الجديدة، مع التفكير الجديد، مع شافوا الخارج والصاير في البلدان المجاورة، مع لي موان دو كومونيكاسيون. دونك الجزائري الطموحات تاعو كبرت وما لقاش روحو، ما يفهمش كومون في الجزائر وبالطاقة تاعنا باللي نقدروا نديروا فيه. رانا اونكور في هاد لا ميزير مورال، لا ميزير ماتيريال. دونك هذا هو اللي نحب انا ناكد عليه، ونسيو نشوفوا كيفاش واش هي الطريقه اللي تخرجنا من هذه الازمه. طريقه سلميه بيان سور، ما تكونش فيها دماء. لازم نخدموا على مشروع وين نشاركوا فيه كل الجزائريين والجزائريات من كل الأطراف باش نخرجوا من هذه الأزمة وهذا المقطع، وكل واحد يلقى حريته وحرية التعبير، وباش يكون كل واحد هاني في راسه بلي على باله بلي غدوة بداك ولا حاجة ما عجبتوش ولا حاجة راي ما عجبوش يقدر يصرحه ويقدر يقوله جهارا في الإعلام، يخرج مانيفيستي، يخرج فوالا. هذا هو باش حبيت كل الجزائريين نشاركوا ونشوفوا واش المخرج للازمه الجزائريه. لحق الوقت الان عرفنا واش كاين، عرفنا واش شفنا اللي صرا في الجزائر. حاصل كان رجال والشرفاء كيما تقول انت خويا نور الدين، كانوا رجال ومازالهم رجال، حبوا يديروا حاجه للجزائر والفائده تاع الجزائر وولادنا. سورتو حنا رانا نخدموا بالك مشروع لولادنا ماشي لحنا. نشوفوا نتفاهموا، نشوفوا كيفاش واش هو الحل اللي خرجنا من الازمه، بلا ما نساو واش صرالنا من 62 حتى ليومنا هذا. لازم نديروا عليه خط ونديروا عليه تري، وكي نديروا الخط على هذه الازمه الجزائريه ماشي صافي نديروا عليه خط نساو، باش يكون لنا درس في المستقبل ونشوفوا وش هي لي سوليسيون مع الشعب كل واحد يعطي اقتراحات واحد ونشوفوا المخرج. وهذا هو بور لو مومون باسكو ما كنتش معكم في الديبا خويا نور الدين. ما فيش مشكله، مرحبا بك يا خويا الهادي. ومن بعد نزيد نشوف اون فونكسيون تاع الديبا واش المخرج تاعو اون فا ديسكوتي. الموضوع نتاعنا اليوم هو من قتل بوضياف ولصالح من؟ فهمت اخي الهادي؟ صح هانا داكور. باولا عندك شويه واحد اخرين يحبوا ينتهوا جو بيان انترفيو ابري شوفوا مع خويا نور الدين مع خويا ناصر والاخوه الاخرين. سمعنا عن طريق الاذاعه لانه راهم فيه اخوه اخرين راهم ينتظروا. ما تعاودش تديني من بعد. شوف اذا الاخ ناصر قبل على جل باش يبقى معنا في الاستماع ويبقى هو يجاوب انا ما عنديش اشكال. صح ولا بشوف اخ ناصر. نعم تفضل اخي ناصر. واش تحب نقول لك خويا؟ خليه يتكلم كما يحب لا با بروبليم. اسمع يا خويا ناصر فوالا هو انا الهادي عبد الهادي من الجيل الجديد ونسمع به ونسمع به الجيل الجديد. احنا نشوفوا هذو كل الجزائريين الله يرحم الشهداء ويرحم الشهداء مهما كانوا مع بوك غادنا بزاف وغادونا شهداء اخرين وغادونا كيما هذاك رحم دوتر راحوا غلط. لازم خويا ناصر لازم نلقاو كل الجزائريين نهضر لكل الجزائريين. حصل دوك الجزائر كيما نقولوا رانا دخلنا في وقت وين زعما كيما عندك ان بي سي قديم فوالا ويندوز 95 او نسيو هذاك الويندوز نديرو كاتمار نديرو له الاخر ونطلعوا ونخدموا اونسومبل. هي احنا كما نقول لك اللي خلاني نروح للجيل الجديد هي لازم كل الجزائريين يفهموا بلي اليوم رانا عينا من هذو هاو صرا لابوك هاو صرا الاخر هاو صرا الجزائريين هاو 200,000 فوتا بركات. لازم نلقاو الحل وين نبنيو دوله جميعا كلكو سوا الاحزاب. هذا وين رايحين لها سي بناء دوله القانون وحرية العدالة. هذو هما لا باز سي اون باز اللي تحمي كل الجزائريين كيلكو سوا لي فراكسيون سوا يكون اسلاميست ولا يكون سيباراتيست ولا يكون سوسياليست ولا الاخر. هذه تحمي كل الجزائريين من كل شيء. لازم ندخلوا كل الجزائريين نمشوا لتكوين هذه الدوله دوله القانون. وحاجه اخرى راهي تجي بالعقل تجي صاديبون كي ديروا دوله القانون وديروا دوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نديروا لا جوستيس انديبوندون. خويا بضياف انت عندك المشروع تاعك بالك تكونوا في الاختلاف في لا فاسون دو ديريجي البيي ايكونوميكمون ولا سوسيالمون مع الاخرين كيما لو ار سي دي كيما مع لو اف اف اس كيما هذو كل التشكيلات تكون مختلفين. بصح لو برانسيب هو نكونوا جميعا لبناء دوله القانون وحريه العداله باش هكذاك الواحد ما يكون محقور لا حزب. هذا هذا شوفوا شاب صايرين لا 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 حزب يقول هاو حقرني لا اخر الشعب ما يقول هاو حقرني. يكونوا كامل اونسومبل نتفقوا ونخرجوا من هذه الازمه وهذه لا سوليسيون تخرجنا من الازمه الجزائريه وولادنا مش ميم با لا حنايا باسكو الديمقراطيه هي ديجا كوموندي سي اون كولتور. لازم يجيو يبداو ولادنا صغار في ليكول ماتيرنال ويطلعوا يكبروا عليها. سي ديمقراطيه الجيريان اون فونكسيون دو لا سوسيتي دو لاسبيراسيون الجيريان باسكو الديمقراطيه تاع تونس تجيبها للجزائر ولا تاع فرنسا تجيبها للجزائر ولا تاع السويد تجيبها للجزائر ما تخرجش علينا على الموديل الجيريان. هذه الديمقراطيه بتكون محميه الا بدوله القانون وحريه العداله. واش رايك في هذا cette idée qu'elle est انا نسمع فيك انايا ماشي توتافي داكور. هي با بروبليم فهمت. حنا ماذا بينا نروحوا الديمقراطيه يعني لا فري ديمقراسي وين كل واحد يمد الراي تاعو فهمت بلا عنف باسكو العنف عينه منه فهمت. انا شفنا واش صرا في ليبيا، انا شفنا واش صرا في تونس، انا شفنا واش صرا في مصر. حنا ماذا بينا التغيير اللي نحبوا حنايا تغيير سلمي فوالا. اخويا بوتيف مانيش على بالي بصح واش رايك في هذا ليدي وين نقدروا كل حزب كيما كلكو سوا الديمقراطيين مام من كل الجمعيات الجزائريه هذا هو هذه انا على حسب ظني ما تكون الا سوليسيون فينال للجزائر ان شاء الله. هذا راني هي بناء دوله القانون نقول على البرانسيب راني داكور. مي حاجه اخرى الديمقراطيه هذه الديمقراطيه بلا احزاب بلا تعارض ماهيش ديمقراطيه بيان سور سي نورمال، وديمقراطيه بلا قانون. هذا غدوه نقول كل الجزائريين غدوه من غدوه كما صارت في الجزائر ونشوف رئيسنا بوتفليقه ما نحاولش نفهم كيفاش جا باسكو انايا الجزائر الكل عياو هذا الافكار كيفاش جا اليوم غدا مداك بدل الدستور ودار عهده واحده اخرى بلا ما يهضر بلا ما يشاور الشعب وردو حلف على الدستور كيما بوك الله يحفظه كيما الاخرين فهمت. الور نحبوا من دوله القانون باللي غدوه بداك غدوه لو كان جا هذا الشيء صرا في امريكا ولا صرا في فرنسا ولا في ايطاليا ومنا كان غدوه من غدوه لو بريزيدون سرا ديستيتوي. واش دار بوتفليقه؟ الو وين نسمع فيك روح فوالا. دونك هذا واش حبينا نلحقوا ليه باللي واحد ما يمس الدستور لان هناك دوله القانون بلا ما دير بلا التشوير ولا واحد بلا ما يشاور الشعب تاعو باش يمس هذا الدستور اللي حالفين عليه كل الرؤساء. لازم يا دي راغل يا دي لوا يفو لي ريسبكتي دو بريزيدون لا ريبوبليك حتى الاخراني. هذا هو المقصود وهذا هو لازم نروحوا ليه كل الجزائريين سعى بناء هذه الدوله دوله القانون والحريه باسكو حريه العداله. لازم تكون العداله حره اون دور دو لا بريسك اون دور دو لا بوليتيك ولا لا نوميناسيون دو سون بريزيدون بار لا بريزيدونس و بار لو غوفرنمون كي غوفرن تكون حره. شكرا. هذا هو واش هو يميزكم في هذا الليدي باش نخرجوا من هذه الازمه باسكو لو كان ما نديروش هذه صافي رايحين بوندون 100 طون ولا 200 طون اتورني اون رون وفي المشاكل ونضيعوا في حياه وحياه اولادنا سورتو حياه اولادنا وحياه الجزائر باسكو ما تنساوش باللي هذا الوقت رانا نشوفوا خلاص الزعاميست خلاص وقت الزعاميست خلاص كيما نشوفوا المشهد تاع مبارك تاع الاخر بن علي حاكم طياره وما على بالوش وين يحط هار من البلاد. نشوفوا مبارك او في السبيطار سو لو لي دون لي بارو ونشوفوا النهايه الاخيره تاع القذافي اللي صرات. دونك هذا الوقت تاع الزعاميزم وتاع الايديولوجي ما بقالوش هذو. لازم الانسان لازم يشوفوا كيفاش نخرجوا والعالم تطور ايكونوميكمون ولات فيه لانتيليجونس دو جيستيون كل لا جونيس راهي تستنى تشوف كلهم قاريين. كان اللي قاريين حاكمين طريق حاكمين الحيط، كان اللي قاريين ايزي سي دو سون سورتي كوم يفول. عندنا بوكو دو بروجي في الجزائر ا ديفلوبي اخي الهادي. نعم الموضوع نتاعنا اليوم هو من قتل بوضياف ولصالح من. صح تحب تدير مداخله في هذا الموضوع لانه اذا خليتك بهذه الطريقه رايحين نخرجوا مباشره من الموضوع. صح داكور. ما اللي قتلوا تتفاصون بوضياف ما الله يرحمه هم قتلوا كل الجزائريين على كل حال. هما ناس ما كيما حتى نقولها اليوم. شكون من رئيس الجمهوريه؟ انت مع الطلب نتاع كشف الحقيقه نتاع المقتل نتاع محمد بوضياف ولا ما يعنيكش هذا الامر؟ يعني ني هذه لازم تكون هذه لازم لا سيتياسيون اكتويل بالمقتل بودياف بالاخرين اللي ماتوا لا سيتياسيون اللي اكتويل اللي راهي في الجزائر لازم تخرج تتوضح لكل الموند. سي ليسوار باسكو ليسوار دو لالجيري سا في بارتي دو ليسوار دو لالجيري، لازم ولادنا يعرفوا شكون وعلاش وكيفاش ولحقنا هذا فوالا. هذه لازم تخرج، هذه ما فيهاش بلاد بلا تاريخ وبلا باش يكون مقتل بوذياف ولا الله يرحمه مقتل هواري بومدين ومقتل واسمه العقيد تاع مسكر هذاك سميه الشعباني. هذو لازم كامل يخرجوا، يخرج التاريخ تاعهم لماذا وعلاش واش من هي السبب. هذه لازم تبقى لاولادنا وتبقى للتاريخ الجزائري. لازم نعودوا تاريخ، نعودوا نكتبوه مع المؤرخين ومع الصحافه. هذه لازم، بلاد بلا تاريخ ماهيش بلاد. لازم نعيشوا لو فيتور بليسوار تاعنا اللي فاتت. احنا حابين نعرفوا شكون اللي هذا وراها ومصلحه شكون اللي خدموا، واسكو مصلحتهم الشخصيه اسكو مصلحه ليترونجي، باسكو ما يخفاكمش باللي الثاني في الجزائر. شكرا هادي. نعم. نخلي الان نخلي مداخله، راهم كثير من الاخوه اللي راهم يتصلوا بيا. دوك نسمعك حل اخر، معليش راهم كثير من الاخوه اللي راهم يتصلوا بيا، ما نقدرش يعني نغضب ناس. نورمال، ما فيش مشكله. نسمعكم على الراديو. شكرا، بارك الله فيك. خطره جاي خويا ناصر، خطره جاي خويا نور الدين. شكرا، بارك الله فيك. صحيح. اخي ناصر، نعم، هل أنت مقتنع بالمحاكمة اللي جرت في الجزائر العاصمة، والتي تفيد من أن القاتل هو محمد اسمه هو المبارك بومعرافي، يعني قاتل كيف ما قالوا أناكت إيزولي جايدافي؟ كيفاش لاكت إيزولي هذا يا تسمى أنت يتمكن لك في راسك أنت يعني رايس، هذا ماشي هذا رايس، هذا تقتل كان إنسان واحد يخلص. ما تنساش بلي لو برومي رابور تاع لا كوميسيون دونكيت، نهار خرجت برومي رابور واش تقول لك؟ تقول لك بلي لو كريم ا ايتي كومي باسكو يا اون دي نيكليجونس كريمينال. كي نقول لك اشرف يا نوردين، نعم، كي يقول لك نيكليجونس كريمينال كاش سافادير، سافادير سان كومبلو. نعم، كيفاش سيد واحد ما خلص يخلص غير بومعرافي؟ هذه ما كانش، هذه يعني تشوف تحكم لو بروميير الجيريان تقول له يقول لك امبوسيبل اكيزولي، كانش اكيزولي ما تدخلش في الراس، ما تصورش كامل الراس. يا اون ان كومبلو، جو لي دي انايا 92 19 ابري، جا نقول لك سي ان كومبلو. نعم، وهذاك السيد هذا بومعرافي شوف كانت صحفيه، كان تماك في انذاك في 92، كانت قالت لي كنت في الدوزيام رونجي، قالت لي اللي قتل بابا، قالت لي مات قتلوه، قالت لي جلي فيو. دونك سي اون جورناليست، سي سكيل دي نو. نعم، تعرف الاسم نتاع هذه ولا؟ نعم، الاسم نتاع الصحفيه هذه. يا اخي جات للجزائر في ليتي هذا، حكموها وكانت تخدم في الماتا، وجبدوا لها افير تاع فواتور مش عارف لوكاسيون لاسيرونس، وخلطوها لها ما تشواش. واسمها هذه الصحفيه؟ ناديه كربوه. واش من صحيفه تخدم هذه؟ لو ماتان. داكور. اخي ناصر، انت نهار المقتل نتاع محمد بوذياف انت وين كنت؟ كنت في الجزائر في العاصمه. كيفاش سمعت بالخبر؟ سمعت والله العظيم، انا كنت نخدم في لي دروا دلوم، نعم، تاع حقوق الانسان، فوالا، مع هارون. مي كان الناس بزاف يحبوا يغلطوا الناس، يقول لك كي تخلطوا لو بوست، نو، قبل ما دخل بابا بواحد 6 موا ولا 8 موا دخلت نخدم عندهم، باسكو كان جديد المينيستير. دونك رحت كليت في غادي وليت على الوحده، غير دخلت البيرو تاعي حتى نسمع قال لك قتلوا بودياف. سمعتها في التلفزيون؟ لا، سمعت الناس تماك الناس يتكلموا برا هكذا في الشارع. دونك واش درت انا؟ طلعت ديريكتومون، ما دخلتش في راسي كامل، قلت سي با بوسيبل. طلعت لا بريزونس ديريكتومون، دخلت شفت فاتحه بودياف في التليفون تبكي، فهمت. رحت عند واحد كان معي صاحبي، رحت معاه قعدت حتى العشاء. امنش على بالك، ما دخلتش راسي كامل، قعدت حتى 7 وانا نطلع حبه نطلع حبه، سي با بوسيبل. قلت سيد كيف يعني السيد هذايا يروحوا يجيبوه يبوسوا رجليه باش يجيبوه باش يقتلوهم بعد؟ هذه ماشي فيها احنا يعني الجزائريين ماشي فيها عوايدنا، واحد نعرضوه وندوروا عليه نقتلوه، هذه ماشي عوايدنا كامل خلاص. نعم فهمت غدر. دونك جيتي فريمون تعرف جو سافي با، جيتي فريمون شوكي. ما اتصلوش بك بعد المقتل تاعو؟ شوف انا قلت لك جزت التلفزيون تيتام، ومن بعد قلت لهم جابوه قتلوه، ومن بعد جات لي مناسبه مع خالد النزار في الرئاسيه، داروا 7 ايام تماك. نعم داروا عشاء منا، جابوا طربيتو مع الجاليه بالعكازه تاعو، قال لي حبيت نتكلم معاك، قلت له وي. رحنا وحدنا انا وياه، مشينا قعدنا في الكوان، قال لي البارح، قال لي قاولي بي جست في التلفازه البارح، قلت له وي، قلت له جست في التلفازه، قلت له قلت بلي الناس اللي جابوه هما اللي قتلوه. قال لي ما تقولش الكلام هذا، قال لي نحلف لك انا، قال لي بلي الناس او بلوريال، قال لي الناس اللي داروا اللي خطوا هذا القتيله تاعو، قال لي نوعد نعاهدك اليوم بلي فوزوري لا فيريتي ان شاء الله. قلت له داكور صح. خرج البرومي رابور، عيط له، اتصلت به في لا ديفونس، كان حاكم لا ديفونس اخي ريبوك. نعم السكرتير تاعو خليت له ان ميساج، قلت له فوالا قول له ناصر بودياف حب يشوفك، ما كاش جواب والو. زدت سنيت بعد شيامات، زاد خرج دوزيام رابور، وين دوزيام رابور قال لك بلي سي ان اكيزولي، زدت عيط له حتى اليوم ما كتجاوب. نعم وفي 2001 تا يا اخي درت j'ai commencé à interpeller les responsables qui en 92 ou là tu fais le Jaraïd هدرتلو درتلو une lettre ouverte où le titre تاعها قلتلو بلي la thèse de l'Akisolé ne tient plus. Il m'a jamais répondu jusqu'à présent. الكتاب تاعي خرج في جوان اللي فات، 29 جوان خرج كتاب سمعت به. نعم تاع اوفال الجيري، هذا اوفال الجيري بودي اوفال الجيري. تهمته ديريكتومون، جو لي انتربيلي ديريكتومون هو شخصيا، اللي الان ما ريبوندا ما والو. نعم سمعت باللي استجوبوه في سويسرا. بيان سور شكون ما سمعش. ما تقدرش دير شهاده انت في هذا الاطار؟ والله العظيم شوف انا درت الكتاب هذايا باش يعني باش الناس يعني باش الشعب الجزائري يفهم الشيء يعني وصرا كيفاش بودياف دخل، كيفاش بودياف الحق باش قتلوه جماعه. راني في الكتاب قلت لهم بلي كاين زوج راهم ماتوا ديجا، راهم يتحاسبوا فوق عند ربي سبحانه، العبيد الخير وجدنا اسماعيل، مازالوا زوج راهم على حياه القياد، عندهم نزاره وروتريتي، ومازال التوفيق راه حاكم دي ار اس. هاد الناس هادوما كانوا في 92 هما ريسبونسابل تاع لاجيري، يا اخي يقولوا لنا لا فيريتي شكون قتل بودياف. النهار الدفينه نتاعو انت لما مشيت معهم للمقبره نتاع العاليه بيان سور، واش كنتوا تسمعوا في الطريق؟ كنا نسمعوا بودياف خلاو صايا الشبيبه راهي جايه، وسمعنا بلي انتم جبتوه انتم اللي قتلتوه. نعم هذا هو اللي كانوا الناس يشعروا به الوقت هذاك. وانا نحكي لك نهار الدفينه تاعو خرجنا حنا لا بريمير فورتور اللي خرجت باش نمشيو للعاليه، كنت انا فيها وكان خويا فيها الداخل، كانوا الغاشي بزاف برا. نعم. دونك كي خرجنا حنايا غلقوا البيبان، كنا يدخلوا داخل لابيزوس غلقوا البيبان، حنا قعدنا برا. نعم دونك جي اسيستي ا تو، دونك مع دي فواتور بداو يخرجوا تاع الجماعه تاع لي مينيستر يعني كامل جماعه، ما كاش يعني السياره جازت والناس ما ضربتهاش برجليها، ما حاشاك ما سبوهم يودي تعرف. ما انا يعني وكان جيت انا واحد منهم والله العظيم منتم نديميسيوني، ما كاع نجي خلاص نديميسيوني، قال هاك جماعه الناس هذوما خلاص كرهونا سبونا، ما نجيش كاع نجيو. وما نحكيكش واش صرا لداخل، كي الناس كانت تدخل باش يعني ترحم على بودياف، الكلام كانوا يقولوا الجماعه تماك، يا ودي سا ديباس لونتوندمون كاع، كانوا يبقوا لهم الحركه يقتالي ما يحشموش وما يشوفوا فيهم حاطين راسهم، يعني باش تشوف كيفاش عباد هذوما. انا كون جيت انا واحد منهم والله العظيم ما نقعد غير نمد الاستقاله تاعي ونروح نمشي كاع، نمشي كاع من البلاد هذيا، مازال عندهم مورايا، مازالهم عندهم وجه صحيح، مازالهم حاكمين الجزائر قاعدين نورمال. نعم. واسمو احمد غزالي، ما تعتقدش من انه مشارك مع هذا الجروب هذو؟ والله يا نور الدين غير شوف كي بديت ندير يعني لي لاتروفات في لابريس اون 2001 بديت به هو يعني كنت نجم نبدا بواحد اخر ما كانش فيه اختيار، بديت بغزالي قلت له يعني قلت له شوف كنت له اخو محمد سعيد الله يسترك طفي الاذاعه. بديت به هو يعني كنت نجم نبدا بواحد اخر. تفضل اخي ناصر. فهمتني، قلت له انت كنت مسؤول انا ذاك، قلت له انا حبيت نروح يعني للتريبيونال انترناسيونال، انت كنت مسؤول عندك معلومات واش صرا في الوقت هذاك، لو كان جيت تشهد معايا واش يدير سي غزالي. سمان ابري ريبوندي لي في ان جورنال الشرق الاوسط في لندن ويقول لهم بلي، يقول الصحفي بلي ناصر بوداب راهو بوتفليقه يحرك فيه. يعني انا سنيت يعني بوتفليقه جا في 99 وبابا تختلف في 92، نساب لي انا بديت نحوس الحقيقه من 92 حتى وما حبش حتى اليوم. نعم. وحاجه ثانيه اللي غاتني بزاف يقول لهم بلي راهو يدير يعني يفي دي كوميرس افيك لو سون سون بير. نعم. يعني تمكن لك خويا نور الدين تدخل في راسك نتايا بلي انسان اللي يحوس الحقيقه تجي انت تقول له انت راك دير كوميرس بالدم تاع باباك، واش معناتها هذه؟ معناتها اسكت ما تهدرش. نعم. انا هذا هو واش فهمت انا تما كي تحاش على الحقيقه راك دير راك تاجر بالدم تاع باباك كي تسكت سي بيان. نعم. عاودت ريبونديت له وكان هذاك الوقت باسكو كنت الجريده يعني ما يحشمش هذاك، ما يحشمش وجهه صحيح، ما يحشمش ما يحشمش كامل. هو قال لك مع الخر قال لك انا كنت حقيقي سي سامي كي تسكت سي بيان. الاخ سعيد الو. يرحم الوالدين، لما تدخل معنا طفي الاذاعه على بالك باللي البرنامج هكذا كل مره يروح، يعني تسمى لما يصرى التشويش على بالك ما تفضل لكن تفضل. معذره انا حبيت نتكلم مع اخي ناصر ديريكتومون. نعم تفضل. راك تسمع فيا اخي ناصر؟ نعم بيان سور. بارك الله فيك. parlons peu bien. Pour moi, c'est une mafia politique qui existe actuellement. Hein? Ils n'ont même pas le droit de rester, de mettre un bout de doigt sur le sol algérien. Adounas, des criminels. Moi, ce que je voulais vous poser la question. Pourquoi ne pas titre privé? Parce qu'à la Bali, ce qui nous a arrivé, nous avons la famille Ben Mhidi, l'Arabie Ben Mhidi. Allah yarham Moussa Ali wa yarham Shuhada. رحنا هضرنا مع هذا الرئيس بوتفليقه هذا. اللي راهم يهضروا عليه قلنا له فوالا لا كوز des Algériens politisés qui ont été assassinés pendant la guerre de libération par la France et le gouvernement français sous l'ordre de Mitterrand à l'époque. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Vous êtes d'accord? Aïwa, barakallahu fik. Il y a des conventions internationales, les conventions de Genève. Hein? Et les directives de la Haye. راك تسمع فيا؟ نعم راك تسمع فيا. لي ديريكتيف دو لا هاي كو اكتويلمون لي جويف لابليكا 100%. واش يقول الرئيس؟ الرئيس يقول لك لانتيري دو لاجيري باس افون تو، بيان سور لانتيري دو لاجيري باس افون تو، مي كي اي لاجيري؟ فو سو بوزي لا كيسيون كي اي لاجيري؟ سي مصطفى بن بولعيد، سي عميروش، سي لطفي، سي العربي بن مهدي، c'est zéro Youssef, c'est le 1 million de moitié, c'est les gens qui sont en train de vivre actuellement sous la pression. C'est ça l'Algérie. Tout à fait. Moi, je crois que contre l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Algérie. Non, entre nous et la France, on a un intérêt très important lié. Mais quel intérêt, cher monsieur? Quel intérêt? Je vous pose la question, quel intérêt? Donc on a été obligé, hein, que le gouvernement d'Ana Elité Kimegoulek inacte pour aider la cause de tous les Algériens, de toutes les familles qui ont perdu leur Kimegoulek proche et leur relative dans la guerre de libération. Je connais que l'intérêt de l'Algérie passe avant tout. Mais quel intérêt? Explique-moi quel intérêt, monsieur. Hadi Wahda. Secondo, moi je suis pas satisfait à aucun autre. La Cour de justice et le procès qui a été mené à Alger parce que vous m'avez même fait qui m'a dit qu'il y a un Pakistan qui Mohamed Kishrif. Moi je les appelle Zri al-Kharija, Hajak ou Hajak Kadrak Nasser Khouya, parce que là ça me fait chaud au cœur. Hein? Moi c'est ce que je voulais et je souhaite, hein, que la famille Boudiaf doit prendre la cause du défunt Boudiaf Rahimahullah à la Haye, à la Cour internationale de justice, comme on a fait avec la famille Benhidi, qui est actuellement représentée par Ahmed Dalabar en France. Voilà. Parce que ces gens-là, ils ne méritent pas d'être vivants. Wahda, ce sont des criminels de premier ordre. Zouch, c'est la trahison du siècle et du temps moderne. Et ça n'a jamais été passé, si c'était passé, oui, chez moi, en Algérie. Hein? Là où il y a qui m'a dit que la terre qui m'a dit que الارض الطاهره اللي مازال كما يقول لك دم الشهداء فيها يمشي ويسيل ويجيو هادو الناس هادو الحركه والخمجه الخونه هادو ويقتلوا في الناس اللي كما يقول لك ضحوا بكل شيء. Pour moi c'est ça. Je m'excuse خويا ناصر mais la paix grande bêtise, avec le respect que je vous dois, bien sûr, et je dois à votre père, je le connais bien, hein, sur le plan qui m'a historique, sur le plan de rassemblement, sur le plan de lutte, hein, de la guerre de libération et après la guerre de libération. Je suis au courant de tout. Hein. J'ai pas mal d'informations qui m'a dit qui sont. Il y a pas mal, peu de monde qui le connaît en Algérie. Hein. Rahimahullah, Mohamed Boudiaf, il a fait une grande bêtise d'accepter l'autre parce que là, hein, c'était l'accord de Kourou. جابوه باش يخدموا به، مي سا اون لو سي، هو كان انسان متفاعل مع كما يقول لك القوميه الثوريه، ها؟ البولي اللي دباراسي، مي تي بو با يد وحده ما تصفق، كوم فو افي او ديبو، ها؟ سي جو مي ترومب با خويا ناصر، سي فري تو ريزون، ها؟ سي جو مي ترومب با كوم تو دي او ديبو، ها؟ إلي فيني سون لوبي، مي سي سكيل فول، هذه وحده، دان كوتي إيزون في أن كومبلو إي جي دي زانفورماسيون فورمال. Hein, si vous voulez que je vous les envoie par fax ou la date, il y avait même un complot avec le roi Hassan II pour le faire pousser d'une pierre de coups. Parce que là, il en avait marre avec le Sahara al-Gharbiya. Je ne sais pas si tu es au courant ou non, mais ce sont des informations qui m'ont été pardonnées. Il y a même le Hassan II qui a été parmi l'équipe pour qu'il fasse. Ça lui arrange, bien sûr. Ça lui arrange. Le roi Hassan II. أخي محمد سعيد. وي. الله يسترك، عدل الصوت نتاعك، حاولوا أنه ربما راهو عندك خلل في الميكروفون، على بالك ما راهم الإخوة يتصلوا بيا، فيه خلل في الصوت تاعك. أوكي هاني شوف، الآن هاني نسمع فيك مليح، أحسن من قبيل. راك تسمع بيا؟ الآن هاني نسمع فيك أحسن. تري بيان سي لابروش فيغ لوخر لو ميكرو سي بور سا ما تقربش بزاف على بالك باللي صوت ريبرونون لافير تاع الاخر ريبرونون لافير كي اسكي لو زونا سو كال الاخر جوستيس ان الجيري يا با جوستيس ان الجيري tout le monde le sait qu'il y a pas de justice en Algérie que le président lui-même actuellement le président Bouteflika lui-même a donné des instructions pour libérer, mais quelle libération de justice? Qui est-ce qui commande en Algérie? C'est la mafia sécuritaire, c'est la gestapovienne, c'est la mafia gestapovienne. Tout le monde le sait. Voilà, Khouya Nasser. Moi, je m'excuse, mais je suis vraiment désolé de la façon dont il faut prendre la cause. Regarde ce qui s'est passé au Liban, hein? Quand ils ont assassiné Al-Hariri, hein? Alors que le Liban, Hariri, c'est un ami de la France. Un Abu Dhabi, c'est pas un ami de la France. C'est ça la différence. absolument. On ne peut pas la France qui rentre dans le domaine. Mais c'est à la famille Boudia de prendre la cause parce que là, vous on n'aura jamais chaud. Il y a des gens qui ont été assassinés. Là, dans le Canada, par exemple, mon grand-père. Mon grand-père, je connais Baou. Qui est-ce qui l'a trahi auprès des autorités de l'armée française? Il a été trahi par son ami, par Jazairi. Où est-ce qu'on a touché le nom? Mais ça va arriver. Elle a bien un bêche, quoi. Donc, pour nous, s'il n'y a pas de justice, n'avez par exemple, ok, c'est un président depuis 1992, yak? Oui. Hein? Est-ce qu'il y a un dossier visible pour l'Algérie et le peuple algérien, la cause? Puisque le bonhomme il a été jugé, le lieutenant Lembark avec Doumarabi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Le deuxième procès qui est actuellement en cours, hein? L'assassinat d'Ali Tounsi. C'est la trahison du siècle. Il paye le respect. Mais ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ils s'en fichent éperdument, même de leur fils. Donc, si on parle la vérité, ils s'en fichent éperdument, même de leur famille, de leur propre géniture, ils s'en fichent éperdument. Et je le connais un par un. Voilà. C'est ça le problème qui se pose. شكرا أخي محمد سعيد على المداخلة نتاعك. صحيح. حاولوا أنه تسمعنا عن طريق الإذاعة. ما فيش مشكل خويا نور الدين بارك الله فيك. معذرة فيه إخوانهم يتصلوا بيا. يعني على الاجتماع على الإذاعة ما فيش مشكل. شكرا بارك الله فيك. جزاك الله. نعم تفضل أخي نصر. سي نور الدين خويا على باش على الساعة راهي 9:10 وأنا عندي ديزونجاج. موعد 9:30. معذرة أخي اصبر شوية دقيقة برك راهو جا الأخ شوشان. رانا حكمناها 2 سوايع قريب 2 سوايع ونص. نعم. اصبر شوية. أخي أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. راك على المباشر. راك على المباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل راك على المباشر مع الأخ ناصر بوذياف راهو قريب رايح يكمل البرنامج. أي سبحان الله أنا آسف والله يعني شفت في موضوع مهم جدا ما أعتقدش لأنه لا يؤخر موضوع لا يؤخر مع الأسف يعني. ما فيش مشكلة تفضل. أنا أعتذر. المهم الأخلاص هذه فرصة سعيدة اللي سمعناك فيها نتمنى إن شاء الله تكون فرصة أخرى اللي ممكن نتلاقاو فيها لأن عندي يعني عندي القضية نتاع الوجاب محمد بوغياف أنا تكلمت على كل حال عن الموضوع سابقا وأنا أعتبر بأنه يعني كان ضحية لمؤامرة مع الأسف يعني هو ربما عن حسن نية وقع فيها ولكن يعني هي المؤامرة من طرف الناس اللي تشوفوها بالتصفية هي مؤامرة سيئة لأنه هو بصدر شام ممكن عن طريق الحس الوطني بتاعه ولكن مع الأسف يعني كانوا الناس يعني فعلا ما عندهم لا شرف ولا ذمه بالرغم من انه هو الحقيقه يعني غامر بالقيمه الاعتباريه نتاعو، غامر واستجاب للنداء الزائف نتاعهم، ولكن هما ما كانش فيهم حتى ذره من الوفاء. مع الاسف انا ما حضرتش هذا اللقاء يعني من البدايه، رغم انني كنت يعني اتمنى ان اكون يعني مشارك فيه. تكلمت البارح مع الاخ نور الدين ومع الاخ سعيد، وكان بودي ان اكون مشارك فيه، ولكن جاني ظرف طارئ لا يؤخر متعلق ب يعني في اطار القضيه. على كل حال ما قدرتش ناخره يعني. شوف السي شوشان، نعم راني ندوك نتفاهم مع نور الدين، ان شاء الله نعاودوا حصه ما كاش فيها مشكل، خلاص ان شاء الله. الله يحفظك. ماذا بينا لانه انا نقول لك بكل صراحه، الحاجه اللي حرقتني والحاجه اللي راه حرقتنا وذبحتنا هي ان الخونه ذبحوا المخلصين بالمخلصين، ها هو اللي راهو غايبك، هذا هو اللي راه غايب، اللي راه غايبنا. والى حد الان مازالوا يعني الخونه والعملاء والمجرمين يستعملوا القيمه الاعتباريه للمخلصين والوطنيين والنزهاء من اجل الوصول الى اغراضهم الخبيثه يعني. ما قدرناش عينا نتفاداو، نحاولوا نتفاداو هذه العبارات السيئه، ولكن هاد الناس ما عندناش كيفاش نوصفوهم. وانا نقول لك بكل صراحه، المجاهد محمد بوغياف القضيه نتاعو تحتاج الى القاء الضوء عليها يعني بكثافه، لانه راح ضحيه لمؤامره كبيره يعني. رغم انه هو يعني ضحى بكل شيء، ولكنه مسحوا فيه الموت من جميع الاتجاهات، وبالتالي القضيه نتاعو راح تحتاج الى القاء ضوء كثيف عليها باش الناس تقدر تشوف يعني المؤامره اللي راهو وقع فيها يعني، المؤامره اللي كانت تاركنا ووقع فيها هو. ان شاء الله تبارك وتعالى يرحمه ان شاء الله. ان شاء الله الله يسلمك. بارك الله فيك. المهم اذا اخي احمد، نحاولوا مع الاخ ناصر على جال باش نديروا برنامج واحد اخر. لا نعاودوها ان شاء الله. أنا ما عنديش مشكل، شوف أنا أي يوم أي لقاء مع أبناء الجزائر الأحرار، أبناء الجزائر اللي عندهم حس وطني، اللي عندهم غيرة على هذه البلاد، سيرانا نسعد كثيرا في اللقاء بهم والنقاش معهم وإثراء، نتعاونوا مع بعضنا على بعضنا إن شاء الله. الناس الوحيدين اللي ما نقبلوا لا نقعدوا معاهم لا نتعاونوا معاهم لا نهضروا معاهم هم المجرمين والخونة والعملاء، هادو احنا ما عندناش كلام معاهم وما اتفقناش اننا نجلسوا معاهم ولا نتكلموا معاهم. لكن كل ابناء الجزائر والغاب، ابناء الجزائر اللي فيهم ذره من الغيره على هذه البلاد، لا يسعدنا ان نسمح بكلش الوقت الجلوس معاهم والنقاش معاهم. عندنا وقت ثمين، فكنت سعيد انا لو كان نعاودوا يعني جلسه هكذا يكون عندنا الوقت باش نتناقشوا ونلقوا الضوء على كثير من المسائل ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل اخي ناصر اذا عندك جواب حتى باش ننهي هذا البرنامج، قلت لي من انه راه عندك التزام. والله سي نور الدين، النقاش كان يعني il était important. Vraiment, je suis très content de cette émission. وان ان شاء الله نعاودوها كيف نعاودوها ان شاء الله باش نهضروا بزاف، باش نهضروا على ماشي غير على لافير بودي، نهضروا بزاف على المشاكل اللي مصايبه في البلاد. ونتمنى بكل صراحه نتمنى يعني نكونوا نخدموا يد في اليد ان شاء الله. فهمت؟ خلاص هذاك لي ديفيزيون غير نحبسوا، خلاص لازم نخدموا يد في اليد باش نخرجوا هذه البلاد هذه مشاكل كامله يتخبط فيها، وهذا باش نخدموا يعني الجزائر. احنا ما راناش تاع تشويش، ما راناش تاع، احنا ماذا بينا نحبوا الخير البلاد تاعنا هذا مكان ان شاء الله. احنا المهم رانا نعملوا منذ سنوات على جل باش يعني تكشف الحقيقه كامله، وعلى جل باش يحصل تغيير حقيقي، وباش تبنى الدوله تاع المؤسسات، الدوله اللي كما نقولوا يتساوى فيها ابناء الشعب. هذا هو الشيء اللي رانا نعملوه ان شاء الله. خويا نور الدين، وانا نقول لك بكل صراحه الحقيقه رايحين لها ان شاء الله، ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك اخي ناصر. كل خويا ناصر قدام الوالد، هل ترك مذكرات؟ هل ترك شيء يعني على مساره، على مساره التاريخي؟ خلاه بيان سور، سي نورمال. وين راه يا اخي ناصر؟ وين راه؟ وين كان؟ كاين يا خويا. شوف مع نور الدين، اعطي له الايميل تاعك نبعث لك خويا، ما كاش مشكل. يا خويا ماذا بيا ماذا بيا والله. راني انا على كل حال، انا راني جامع يعني، راني انا فهمت هذا الموضوع هذا وجامع كثير. الشيء اللي قدرت عليه على 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 ابناء الجزائر الاحرار وعلى الثوره وعلى المنافسات اللي وقع بها، ولكن مذكرات مثلا ولا الكلام المباشر لهؤلاء الناس يعني هو يعني مهم جدا في تشكيل الصوره الحقيقيه وتمحيص التاريخ تاع الجزائر. ولذلك يعني من المهم والمفيد ان الاشياء اللي تركوها تنشر باش يعرفها الشعب الجزائري، وتعرفها الاشياء اللي يعرفها على الاقل الناس المخلصين المهتمين بالجزائر وبتاريخها ومستقبلها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ان شاء الله سي شوشان. بارك الله فيك. شكرا اخي احمد، وشكرا اخ ناصر بوضياف، كما اشكر كل الاخوه اللي راهم يستمعوا فينا. ونوعدكم ان شاء الله هو اننا ننظم حوارات واحده اخرى. الى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا اخي ناصر. ميرسي نور الدين، بقى على خير وبقى على خير المستمعين كامل. شكرا، بارك الله فيك.